في تركيا 055 2000 1000. صباحك مسك، صباحك عنبر وورد وفل وقطعة سكر، وكأس من الشاي حلو لذيذ، بنعناع أرض بلادي معطر. صباح الفنون ولحن الأغاني، صباح الحوار الذي فيه نكبر، صباح برائحة الهار تذكي حنينا بصدر الشباب المهجر، وسحر الأناضول ينساب عشقا، سميت وجبن وخبز محمى، صباح بطعم جديد لدينا، لكم فيه ما تشتهون وأكثر. صباح الخير والسعادة متابعينا، صباح الخير لكل حدا فهلأ وراح يحضر فنجان القهوة أو كاسة الشاي. يسعد صباحكم متابعينا، وصباح كل مين عم يسعى اليوم وينطلق لعمله، هو سواء كان برات البيت أو داخل المنزل. يسعد صباحكم جميعا، صباح السعي واليقين بتحقيق الدعاء والاستجابة لأمنياتنا بإذن الله تعالى. يسعد صباحكم لكل مين موجود بكل مكان بالعالم، صباح الكبير والمعطر برائحة المسك والعنبر لكادر مسك، وأكيد لزميلي بلال. يسعد صباحك. يسعد صباحك هلا، حياكم الله جميعا أعزائي المتابعين والمتابعات، حياكم الله حيثما أنتم الآن موجودون. وإلى أولئك الطيبين، أولئك الطيبين هم كالسنابل حقيقة، حتى وإن جفوا هم كالقمح، أولئك الذين ينفعون وينتفعون أيضا بمحيطهم وبمن حولهم، أولئك الذين إذا رأيتهم أحسست بأن للدنيا تلك القيمة وللخير تلك الوجوه الرائعة. إلى أولئك الذين ربما يتخلون عن العديد والكثير من الأشياء مقابل الحفاظ على كرامتهم والحفاظ على كلمتهم والحفاظ أيضا على صدق وعودهم، إذا قالوا وفوا، وإذا أرادوا بالفعل بذلوا تلك الهمة وذاك الجهد ليحققوا ذلك العمل ويحققوا تلك الأمنيات، لا يتخلون عنها بسهولة، فهم يقودون ويصبحون قادة بالمثل. إلى أولئك جميعا نقول لهم الله يا رب هيك يجزيكم خير ويسدد خطاكم، أنتم كشمعات المضيئة في هذه الدنيا المزدحمة، الدنيا المزدحمة ربما بمئات الآهات، بمئات المطبات إن صح التعبير. إلى أولئك نقول لهم استمروا على ما أنتم عليه، نحن بالفعل بحاجة لتلك القدوات، بحاجة للقادة المجتمعيين الذين يقودون الشباب ويقودون بالفعل الأعمال الصالحة في ضمن هذا الزخم وضمن هذه الزحمة. أعزائي المتابعين والمتابعات، لن نطيل عليكم، دعونا ننتقل الآن إلى موجز الأنباء مع زميلنا محمد عبد الرحمن ونعود إليكم. موجز الأخبار. أهلا بكم في موجز الأخبار من مسك في إسطنبول. انعقاد الجولة 62 من المحادثات الاستشارية بين تركيا واليونان لبحث الوضع في بحر إيجا وشرقي المتوسط. متحدث الرئاسة التركية يعرب عن أمله في أن تقدم قمة زعماء الاتحاد الأوروبي المزمع عقدها الأسبوع المقبل التزاما بإيجاد حل دائم لأزمة الهجرة وعودة آمنة في سوريا. الخطوط الجوية التركية في صدارة شركات النقل الجوي الأوروبية من حيث متوسط عدد الرحلات اليومية في الفترة بين 8 و14 مارس آذار الجاري ب 649 رحلة. رجال أعمال أتراك وبحرينيين يبحثون فرص التعاون المشترك فيما بينهم لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
عودة مجددة متابعينا، رح نبلش مشوارنا اليوم الصباحي بالعديد من الأخبار والعديد أيضا من الاستضافات لضيوفنا الكرام بمواضيعهم المميزة وأخبارهم أكيد الجديدة بإذن الله تعالى. حنكون سوا على مدار تقريبا ساعتين من الوقت لنحكي وندردش بأسئلتنا التفاعلية وحتى أخبارنا المنوعة والكثيرة صراحة. اليوم في عنا موضوعين جدا مهمين، وهو الموضوع الأول اللي بيتعلق بملف أو أمر الجنسية التركية ومسألة الترشيح والترشح للجنسية التركية وبعض الإجراءات المتعلقة بإضافة بعض الملفات لهي الإضبارة أو هذا الملف. كيف ممكن نتعامل مع هذا الموضوع؟ رح يكون معنا الأستاذ الخبير بالشأن القانوني أبو عمر، رح يحكي لنا أكثر عن موضوع ملف الجنسية التركية وكيف لازم نكون أخذين بعين الاعتبار كثير من الاعتبارات والنقاط بحيث ما تضر بملف الجنسية لاحقا ويضل الموضوع مستمر بشكل سلس وميسر بإذن الله. وأيضا في ساعتنا أو ضيفنا الرئيس أعزائي المتابعين والمتابعات سيكون معنا الدكتور حمزة الحمزاوي ليحدثنا عن شهر شعبان المعظم، شهر رد الحقوق والاستسماح وفرص الرحمة والتراحم وأيضا تهيئة لشهر رمضان المبارك. بإذن الله يتحدث عن هذه المواضيع وغيرها من خلال حديثه الشيق بإذن الله تعالى. وأكيد نحن مستمرين معكم بتقاريرنا المميزة الخفيفة اللي بتحكي عن المجتمع التركي بشكل عام أو حتى العادات التركية وأهم الأماكن والمواقع التركية. رح يكون إن شاء الله لنا فرصة لنتعرف عليها بتقاريرنا الموجودة ضمن الحلقة. وأكيد في عنا أخبارنا المحلية الخفيفة بنفس الوقت، آخر التطورات فيما يتعلق بمستجدات كورونا على الصعيد الصحي، أو حتى نحكي شوي عن أخبار الاقتصاد ووضع العملات. بلش بداية بخبر أعلنت في وزارة الصحة التركية يوم أمس الثلاثاء عن تسجيل تقريبا 16749 إصابة جديدة بتركيا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، وهذا الشيء من أصل تقريبا 158386 فحص. وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا امبارح صرح وقال اسطنبول ويولوفا وكلس، هدول الولايات هن أكثر ولايات اللي حققت ارتفاع كبير بعدد إصابات بفيروس كورونا مقارنة بالأسبوع الماضي. طبعا هذه الأمور تأتي أيضا أعزائي المتابعين والمتابعات بإشارة الوزارة إلى أن عدد الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 11,950,175 شخص. نحن دائما ما نستهل يعني حديثنا بالتعقيب والتعليق على آخر مستجدات فيما يتعلق بالوضع اليومي الشاغل سواء كان المقيمين، المستثمرين ومن هم في الخارج ممن يتابعون الأوضاع في كورونا. بالأمس خلال يومين الماضيين حوالي 5 من الشباب أرسلوا لنا على الخاص، يعني وبالذات شباب ريال مدريد ريالية، يعني جماعة الرياضة، أنه بدنا نحكي، بدنا في موضوع لازم نحكي فيه ولازم ما يتم أبدا تجاهله. وطلب مني أحد، يعني بعث لي على الواتس ثم بعد ذلك بعث لي على الخاص على الفيس، عم يقول لي بعد إذنك أستاذ بلال بكرة تذكر هالخبر صباحك مسك وإن شاء الله الفوز لريال مدريد والتأهل للربع النهائي. وتحياتي أيها الرائع جميل خلاب. أنا بس عجبتني رائع جميل خلاب. ما هو فحوى هذا الخبر؟ فحوى هذا الخبر يقول، لأنه طبعا هو انتشر بالجزيرة وبمواقع أخرى، لاعب كرة القدم الإسباني سيرخيو راموس يدعو عبر حسابه في تويتر إلى مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للأطفال السوريين في الذكرى العاشرة للثورة السورية. طبعا هو الكابتن وقائد فريق ريال مدريد. من هنا نقول ما حدا يتهمنا بالتحيز، بدي أحمد الشامي هاي بأخبار الرياضة ربما يسمعونا الآن، حتى ما يتهمنا أحد بالتحيز. هكذا تكون أخلاق الرياضيين بشكل عام، أتحدث أخلاق الرياضيين الأكابر حقيقة، بغض النظر عن دين عن جنس عن عن عن، لكن لابد من التفاعل مع قضايا والانتصار لحق الإنسان. عندما يتحدث هذا الفريق ويدعو عبر تويتر، ربما يقول شخص آخر أنه هو يريد الشهرة، ما هو يبتغي الشهرة، يعني أكثر من أنه قائد فريق ريال مدريد وأكثر من أنه هو معروف لدى معظم طبعا شبعان شهرة أرباع سكان العالم. صحيح، لكن التضامن مع هكذا قضية، مع ثورة شعب، مع حق، مع حرية، مع كرامة، هذا ما يبرز هذا المعدن الأصيل. لذلك نحن نحب، أنا شخصيا أتكلم، أحب ريال مدريد
يعني الملكي. ليس فقط كرة قدم الموضوع، وإنما تفاعل وانسجام ومحاولة لإبراز قضايا الإنسان. نعم، الإنسانية بهذا الموضوع فعالة فعلا. أنا مبارح كمان قريت عن راموس عم يقول أنه أنا أول مرة بلبس قميص برقم 10، ورقم 10 هو دلالة عن المدة أو الذكرى السنوية للثورة السورية المباركة صراحة. وهذا الموضوع يعني بالفعل فورا بيلعب بالعواطف البشرية. واللي يعني الجميل بالموضوع أنه هيك شخصيات أصلا هي بتكون نسيانة ممكن مواضيع العلاقة بالحروب. نحن بيهيئ لنا أنه هي نسيانة ما لما ننتبه أصلا لهذا الجو بسبب انشغال المستمر بالرياضة، الصفقات، العقود، المباريات، التحضيرات. لكن الجانب الإنساني وقت بيكون حاضر بقوة بهيك شخصيات خلينا نقول مؤثرة بالفعل بالجانب الرياضي والمجال الرياضي، شيء يبعث على الأمل ويبعث على بالفعل يعني بحس الواحد حاله أنه يعني في حد عم يتذكرنا، نحن ما لنا لحالنا. هي الفكرة ليست إنساني. هي ليست فقط جمع تبرعات. نعم. حقيقة ليس الموضوع بجمع تبرعات، وإنما لفت الانتباه لملايين البشر. نعم. صحيح. الذين ربما يا إما نسوا يا إما غير مدركين لما يحدث في تلك البقعة الجغرافية التي تسمى سوريا. ماذا يحدث هناك؟ ماذا يعني رقم 10؟ ما هي العشر سنوات العجاف التي مرت على تلك البقعة، على أهل تلك المنطقة؟ نعم. هو لفت لهذا الأمر. لما أنا شفت الإعلان الخاص بالترويج للدعم والدعاية، شيء رائع جميل خلاب. نعم. يعني متعوب ومخطط ومدروس يعني عم يظهر بطريقة كتير كتير رائعة، وهو طبعا بالتنسيق مع اليونسف. طبعا فهذا الأمر له من الدعاية وله من الأثر، وذاك الصدى اللي بالفعل بيفرح قلوب الملايين وتدرك تماماً. وتدرك بأنه حتى الرياضة هي أحد الأدوات، وهي جند من الجنود التي لو تم استثمارها بالشكل الحسن لاستطاعت أن تؤدي وتوصل تلك الرسالة إلى الملايين، وبلحظات وأكثر من 1000 خطبة سياسية على المنابر التي ربما نتيجة ظروف ما لا تسمن ولا تغني من جوع. إذا نعم. 1000 تحية من القلب لريال مدريد، رغم أنه يعني مع احترام وأنا كمان رح أوجه تحياتي لريال مدريد وبشكل خاص لراموس. نعم. سيرجيو راموس هذا اللاعب الخلوق، لكل شخص ينتمي إلى نادي. لكن دعونا نتفق جميعا بأن هذه اللفتة الإنسانية وهذه اللفتة الرائعة من ذاك المنتخب ومن نعم. ذاك الفريق ومن هذا الشخص تستحق التقدير وتستحق رفع القبعات. ودعوة أيضا للرياضيين العرب، أين أنتم؟ هذه ثورتكم وهذه نعم. شعوبكم وهؤلاء أهلكم. يعني كان جميل رائع خلاب لو رأينا مبادرة من أحد الرياضيين العرب يا سيدي كتب بس رقم 10 هيك، أو ببي بوست يعني بسيط، يكتب بوست، يكتب كلام بسيط فقط، يكتب أي شيء، يفعل أي شيء. نعم. لأن هذه الثورة يعتبر خلال هذه 10 سنوات وهذا العقد من أعظم ما يمكن أن يسجل ويدون في تاريخ هذا القرن. نعم، المعاناة اللي عم يعانيها الشعب السوري وبنفس الوقت الإنجازات والانتصارات اللي حققها لإثبات مفاهيم الحرية والكرامة اللي أصلا نحن طلعنا للنادي فيهم، هدول بحد ذاتهم عن جد يترخوا، وهي لفتة ملكية من نادي ملكي. نعم. إذا فينا نحكي. نعم. جميل جدا هذا الموقف، وصراحة يعني يعتب على الفرق العربية وحتى السوريين بشكل خاص بسوء اهتمامهم بهذا الجانب بشكل كتير كبير. إذا بدنا نرجع شوي لأخبارنا المحلية والأخبار التركية دائما المتصدرة بهذا المجال، امبارح قرينا خبر على مواقع التواصل الاجتماعي متعلق بجمعية الأعمال التركية، هي الإشكور اللي كلياتنا بنعرفها، المتخصصة بالعمل وال يعني توفير فرص عمل إذا فينا نحكي للعديد من الأتراك أو حتى المتقدمين. أطلقت مبارح رابط للتسجيل على طلب دعم منحة بشكل خاص، المنحة موجهة لذوي الإعاقة، وهذا الشيء فيكم تقدموا عليه عن طريق الإيدولة. طبعا نحن رح إن شاء الله رح نتأكد من الموضوع ونقدم لكم بكرة بإذن الله تعالى تفاصيل أكثر عن هي المنحة. في كثير لها شروط لهالمنحة، انه التقديم الطلب فيها حيكون حصل عن طريق الإيدولة، ان تكون نسبة إعاقة الشخص فيها 40%،
فما فوق أو أن يكون متجاوز لعمر 18 سنة. وكمان بعض المتخصصين قالوا أنه يجب أن يكون الشخص مسجل لدى الحكومة التركية ولديه رابور طبي صادر عن مشفى حكومي. يعني يلي بيستفيد لازم يكون عنده هاي الشروط يلي ذكرناها، وبإذن الله رح نستفيد أكثر بهالتفاصيل، نعرف أكثر من خبراء من الإشكور بإذن الله. أيضا في موضوع آخر أعزائي المتابعين والمتابعات، الهلال الأحمر التركي يكشف حصيلة المساعدات لأهلنا السوريين خلال 10 أعوام. تولت تركيا ومنظمة الإنسانية والإغاثية والخيرية أبدت اهتمام متزايد بالسوريين المنكوبين والمحتاجين. في هذا السياق أعلن الهلال الأحمر يوم الأحد في بيان بحسب وكالة أنباء تركيا حصيلة المساعدات والقاطنين سواء كان بمناطق شمال أو الموجودين على الأراضي التركية من خلال 10 سنوات يعني من عمر الثورة والتي انطلقت في مثل هذه الأيام. فقال هذا البيان فضلا يعني قرابة 600 ألف سوري نعم. ونزوح أكثر من 11.5 مليون داخل البلاد، و 5.6 مليون يعني 5,600,000 نجح إلى بلدان أخرى، في منهم 3,600,000 في تركيا. ذكر أيضا بأن هناك 5,900,000 سوري بحاجة إلى مأوى. 80% من السوريين القاطنين في المخيمات هم من النساء والأطفال. نعم. ذكر إحصائيات حقيقة يعني دقيقة رهيبة يعني بالأرقام. نعم. وقال نواصل حاليا تقديم خدماتنا للاجئين السوريين في 7 مراكز إيواء تتوزع على 5 ولايات تركية. 60,000 يعيشون في مراكز الإيواء التي يشرف عليها الهلال الأحمر التركي، حيث يتكفلون باحتياجاتهم الأساسية غذاء لباس مستلزمات تعليم منظفات. أنفقنا لها قرابة 300 مليون ليرة تركية، قرابة 60 أو 40 مليون دولار حتى الآن. بالفعل أرقام كبيرة يعني، ليس بالهين ليس بالسهل. طبعا هذه التبرعات الهلال الأحمر تأتي من شركات، من أفراد، من عرب، من مقيمين، من استثمارات، يعني بحيث أنه ومعروف الهلال الأحمر التركي أنشأ منذ القدم يعني من أيام يربو عن 100 سنة. أنا حضرت احتفاليتهم قبل كورونا قبل بسنتين ثلاثة، كان احتفال كبير وضخم وتحدث عن تاريخ ذكرى السنوية تأسيسه. نعم. فما شاء الله له باع طويل، له بصمة إيجابية ليس فقط في سوريا وإنما في أي بقعة يكون فيها حاجة إنسانية تجد الهلال الأحمر التركي هناك. دائما بالفعل الهلال الأحمر متوزع بشكل كثير كبير بكل الولايات التركية، وحتى إذا عم نلاحظ بنسمع بالأخبار مؤخرا بإفريقيا بكثير مناطق من الصومال موجود الهلال الأحمر ومنظمة المنظمات الإنسانية الكبيرة اللي لها باع طويل بالمساعدات الإنسانية منتشرة بالفعل بكثير من المناطق، سواء بمناطق الحروب أو حتى بالمناطق الأخرى بكل أنحاء العالم. إذا بدنا نحكي عن خبر كمان مهم كمان تم الإعلان عنه مبارح، وهو إعلان بأنه اللي حملت الجنسية التركية بدأ من مبارح تقريبا تطبيق اتفاقية السفر بين أذربيجان وتركيا لكل من حامل الهوية التركية باعتبارا من نيسان القادم. يعني ابتداء من نيسان حيتم تفعيل هذا القرار، أي حدا بيقدر يسافر لأذربيجان عن طريق الهوية، يعني ما بده بهالحالة تأشيرة خروج أو فيزا إذا فينا نحكي، بيسمح بالإقامة تقريبا لمدة 90 يوم بأذربيجان في حال بده يسافر. وأيضا إذا بدنا نحكي عن واقع علاقات تركيا وإمكانية الأتراك المجنسين بتركيا بيقدروا بشكل أو بآخر يزوروا ولا مناطق أخرى أو دول أخرى غير أذربيجان مثل قبرص التركية وحتى أوكرانيا، وفي كمان دولة مولدوفا وأيضا جورجيا. هدول كلهم الدول اللي بيقدر الواحد يروح يزورهم عن طريق الهوية التركية. أخبار حلوة صراحة لحملت الجنسية التركية. نعم. ممكن يستفيدوا بزيارة سياحية لدولة أذربيجان. أعزائي المتابعين والمتابعات، دعونا نطلع لفقرة حدث في مثل هذا اليوم ومن ثم نعود إليكم. حياكم الله، ابقوا معنا. في عام 1920 انسحبت القوات البريطانية من مدينتي إسكيشاهير وأفيون في خضم معارك عنيفة مع القوات التركية والتي دافعت بشراسة عن منطقة الأناضول.
في عام 1926 وافق البرلمان التركي على مقترح قانون صناعة الحديد، والذي أقرته جمعية الصناعيين، وكان أساساً لتنظيم صناعة الحديد وتصديره وإنشاء سكك القطارات في عموم تركيا. في عام 1939 بدأ تطبيق الطوابع البريدية والبرقية في ولاية هاتاي جنوب غرب تركيا، وطبع أول طابع بريدي باللون الأخضر وفي وسطه علم تركيا. في عام 1966 لقي 14 شخصاً مصرعهم في زلزال بلغت قوته 5.6 درجات في منطقة فارتو بولاية موش التركية. في عام 1972 رئيس حزب الشعب الجمهوري عصمت إنونو يتصالح مع الأمين العام بولاند أجاويد بعد فترة طويلة من القطيعة وتدهور العلاقات. في عام 2005 تعرضت قرية سوغوزو بولاية سيواس لانهيار أرضي تسبب بدفن 21 منزلاً تحت الأرض، وأعقبه بأيام حدث مماثل تسبب بوفاة 15 مواطن وفقدان حوالي 5 ملايين طن من التربة الزراعية. سعر الدولار يتعلق بالإذاعات. يقول هذا الخبر: لم يعجبه البرنامج الإذاعي فقام بقتل المذيع. حدث ذلك في بورصة عندما قام متابع بقتل مقدم لبرنامج ديني إذاعي، وقال أنه سمع بعض العبارات الخاطئة في البرنامج فحصل على عنوان الضحية وقام بفعل القتل. والله شوف يا جماعة، مرعب هذا الخبر صراحة. يعني صراحة نطلع أحيانا نخطأ على الهواء، أحيانا نصير في كذا، لكن والله نحن كويسين أكيد. أنا مبارح بعد ما قريت الخبر صراحة خفت. إيه قلت يا من أنت يعني أحيانا متصالحين مع ذواتنا، متصالحين أكيد طبعا طبعا، متصالحين مع الكل، فبدكم تنتقدوا أهلا وسهلا، بدكم تصرخوا أهلا وسهلا، لكن بس مو قتل. الله يحمينا ويحميكم. آمين يا رب. آمين آمين. أي والله أكيد. دعونا أعزائي المتابعين والمتابعات نطلع فاصل قصير ونعود بعده إليكم. حياكم الله، ابقوا معنا. صباحك مسك برعاية شركة امتلاك العقارية، مستشار العقار في تركيا 055-2000-1000. طلعت شمس الضوء يا أهلا وسهلا، فنجان قهوة نسوي مع مسك بتحلى، نبدأ اليوم أمل جديد همتنا بتعلى، نمشي الدرب إيد بإيد مستقبل أحلى، مستقبل أحلى. امتلاك العقار حق لا مكرمة، ومن سعادة المرء البيت الواسع الهني. مارس حقك في التملك واشتري عقارا في جنة الأرض تركيا.
الامتلاك العقارية أسلوب جديد للتملك في تركيا. نبحث لك عن فرصة عقارية، نضمن لك العقار حتى استلام سند الملكية. نقدم خدماتنا مجانا من المطار حتى استلام العقار. لدينا أكثر من 100 خبير ومستشار عقاري وفريق متخصص بشؤون الجنسية التركية مقابل عقار. امتلاك العقارية، مستشار العقار في تركيا. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. نختتم معكم عام 2020 وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا، وبمحبة نعدكم بالمزيد. ابدأ عامك الجديد بحيوية ونشاط، واستفد من عروض علاجك الطبية لعمليات علاج السمنة في مدينة إسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا نحن علاجك. مثل ما عودناكم في شركة طيبة للذهب، الموديلات المميزة والأسعار المنافسة. والآن طيبة للذهب صار أقرب إلكم. زورونا في فرعنا الجديد بشاك شهير مترو كنت، أو في فروعنا بجانب مسجد الفاتح سوق مالطا. 0551-339-275. مجوهرات طيبة، اسم من ذهب. لأول مرة في تركيا أفران بريد فاكتوري تضع بين أيديكم فرنا متكاملا. بريد فاكتوري، أجود أنواع الخبز العربي والتركي، المعجنات والمناقيش والفطاير. تناول منتجاتنا ساخنة من الفرن إليك مباشرة، ولا تنسى الكرواسان والجاتو مع صالة مخصصة للمناسبات والاجتماعات. بريد فاكتوري بشك شهير الإيتاب الأول بجانب أونور ماركت. 0553-45-59. هل تفكر بجهة موثوقة تستلم عنك أعباء المعاملات في تركيا؟ شركة غرس الاستشارية تقدم لك خدماتها الاحترافية. نخبة من أمهر الاستشاريين والخبراء في كافة المجالات بخبرة تمتد لسنوات. ننجز كافة أنواع معاملات الإقامة في تركيا وندعمك في تأسيس شركتك وإطلاق نشاطك التجاري بوقت قياسي. وإن كنت تود الحصول على تأمين صحي في تركيا بأفضل الشروط، أو ترغب بإتمام معاملتك للجنسية التركية مقابل عقار أو استثمار، غرس الاستشارية في خدمتك. محاسبة قانونية، خدمات الترجمة المحلفة، استخراج أذون العمل وغير ذلك من الخدمات القانونية. شركة غرس الاستشارية، وجدنا لخدمتكم. تطبيق الطبيب يوفر لك الوقت ويبعدك عن زحام المدينة، فأينما كنت وبأي وقت تستطيع حجز موعدك مع طبيبك. تطبيق الطبيب هو الأمثل، حمله الآن. إن كنت تبحث عن عقار فخم بمواصفات عالية في إسطنبول، أبشر، فشركة مساكن العقارية تمنحك خيارات ترضي ذوقك الرفيع. حتى لو أردت شراء شقة بميزانية عادية، فإن شركة مساكن لديها من الخيارات ما يسرك. وإن كنت تطمح للحصول على الجنسية التركية مقابل شراء العقار، بإمكانك الاعتماد على فريق مساكن العقارية المحترف، من العقار حتى استلام الجواز. الآن بادر باختيار العقار المناسب من شركة مساكن وفروعها المنتشرة. صباحك مسك برعاية شركة امتلاك العقارية،
مستشار العقار في تركيا 055-2000-1000. أهلا وسهلا فيكم عن جديد متابعينا متابعي صباحك مسك، يسعد أوقاتكم جميعا. أكيد زميلنا بلال اضطر ليتركنا وعنده اجتماع مهم لازم يلتحق فيه، بنتمنى له التوفيق، الله يعطيه ألف عافية رب. سلفا أكيد بكرة رح يكون معنا بمشوارنا ومشاويرنا أكيد المستمرة بصباحك مسك. مثل ما وعدناكم وخبرناكم موضوعنا اليوم يلي رح نحكي فيه عن ملف الجنسية التركية، هذا الملف يلي لازم يكون الواحد كتير دقيق أثناء تقديم أي ورقة أو رفع أي ملف أو أي تقرير ممكن يكون يدعم ملف الجنسية التركية واستمرارية التحقق من مراحل الجنسية التركية وبالتالي للوصول لاستلام الجنسية التركية بشكل كامل. لحتى نعرف بعض في عقبات صراحة بتواجه بعض الأشخاص وخاصة فيما يتعلق الملف العائلي، ملف العائلي في كتير من العائلات بيجي اسمه ليترشحوا للجنسية ولكن أثناء عملية المراحل الاستمرار في المراحل بيصير عندهم أولاد. ملف الولد هذا الطفل الجديد اللي ولد كيف ممكن يتم إرفاقه بملف الجنسية وإضبارة الجنسية، رح نعرف كل هالتفاصيل مع الخبير بالشأن القانوني الأستاذ أبو عمر، رح يحكي لنا عن مشكلة ومسألة كيفية إرفاق ملف الطفل الجديد بملف الجنسية التركية الاستثنائية. يسعد صباحك أبو عمر. صباح الخير يا أبو عمر. ألو صباح الخير أستاذ أبو عمر، عم تسمعنا؟ ألو صباح الخير يا أبو عمر، أنت معنا على الهواء. على ما يبدو لسه أبو عمر ما عم يسمعنا مزبوط. أبو عمر عم تسمعنا؟ أكيد أكيد رح نضل نحاول نتواصل مع أبو عمر ليحكي لنا عن هذا الموضوع يلي بالفعل عم يقرق كثير من العائلات وبصير في حالة من التخبط والإرباك صراحة بهذا الموضوع، ما بيعرفوا كيف ممكن، يعني بيقولوا لك إنه مراحل الجنسية لا خلونا نكمل مراحل الجنسية أنا وزوجتي لحالي مثلا أو بالأطفال يلي عندي وبعدين بعد ما أخذ الجنسية التركية الاستثنائية ممكن أرفق الملف. يا ترى هذا الشيء صح؟ هل عملية صح ولا لا؟ أنه يفضل مباشرة من أثناء ولادة الطفل والحصول على شهادة الميلاد وتثبيته في الدفتر العائلة التركي إذا كان الزواج مثبت بتركيا ممكن يتم إرفاق الملف مباشرة. كل هالتفاصيل بإذن الله رح نضل نحاول مع الخبير بالشأن القانوني أبو عمر رح يحكي لنا عن هذا الموضوع. ما بعرف إذا صار جاهز أبو عمر، على ما يبدو لسه مسار مرحلة التجنيس والمرور بمراحل التجنيس اللي هن تقريبا 7 أو 8 مراحل بتمر بعمليات كتير دقيقة من الفحص والتمحيص والتحقيق إذا فينا نحكي، لذلك أي مسألة ممكن يتم مثلا على صعيد تغيير العنوان، مسألة تغيير العنوان بحد ذاتها إن تمت بدون ما يتم إخبار مباشرة إدارة الهجرة أو المسؤول عن ملف التجنيس احتمال جدا يصير في عمليات تأخير بهذا الملف أو حتى احتمال يتم إبطال الملف بشكل كامل بسبب بعض الأمور. معنا الأستاذ أبو عمر، يسعد صباحك أستاذ أبو عمر. يسعد صباحك وصباحك يا رب المستمعين المشاهدين. أهلا وسهلا فيك يا أبو عمر. أبو عمر صراحة نحن عم نحكي عن مدى إمكانية إضافة ملف مولود جديد أو طفل جديد على إضبارة الجنسية التركية الاستثنائية. ملف المولود الجديد هو ملف شائك شوي، نعم. عم شوف بالفيس وبعض الاستشاريين عم يقولوا لا تضيفوا شيء، بيتم إبطال الملف أو بيصير إزالة. هذا الكلام بعيد عن الواقع تماما، يعني النفوس أصلا تفضل. النفوس أصلا بتقلك أي تغيير في الحالة المدنية أو حالة ولادة جديدة، طلاق، زواج، أي شيء خبرني. تمام، التخبير وين بيتم؟ خبر أبو عمر. بالنفوس العامة. بالنفوس العامة، إذا عملية نعم. في حال. بعد تقديم الملف عم نحكي. أها تمام.
بعد تقديم الملف وصار بالمراحل لازم يبلغ الشخص اللي جاء مولود جديد النفوس العامة. وأنا نصيحتي لا يطلع يسأل بالجروبات هون وهون، أنا كل واحد رح يحكي شكل تمام. رح يقول أنا أضفت ملفي صرت إزالة صرت دوام، ليس مقياس طبعا أبدا لأنه هذا الموضوع بإيد الإدارات وليس بإيد فلان ومن الفيس أو هون وهون. أيوة تقييم. طيب هلأ نحن حنفترض أنه جاء أحد الأشخاص مولود أخذ شهادة التقرير الطبي، مفروض يعني كمراحل شو لازم يعمل؟ بياخذ يمكن شهادة الولادة إذا فينا نحكي، وبعدين شو يعمل؟ أول شيء بياخذ موعد من النفوس بيسجله، حلو، بيعطوا ورقتين ثلاث اوراق وبيعطوا دوم بالدرم فورما هاي، بعدين بروح مثلا اذا كان عنده كملك بيطالع له كملك، حلو، اذا كان اقامه بيطالع له اقامه. بياخذ شهاده الولاده والدوم بالدرم فورما والصوره عن الكملك وبيروح على النفوس العامه ببلغهم انا اجاني مولود جديد. جميل. وبهالحالة يعني قطعا ما بيتم أي التأثير على مرحلة أو مراحل التجنيس. في كتار مثل ما عم تقول إنه عن جد إزالة وإبطال وإنه ما في استمرارية أبداً للتجنيس. أبدا الإزالة ما بتتم لأنه أنا ضفت مولود جديد، هذا كلام لا يقبله العقل. نعم أبدا. العلة اللي بتصير إنه إذا أنا ما ضفت هذا المولود بمراحل التجنيس رحت تجنست راح تعذب ثلاث سنين لحتى يجنس هذا الطفل. كيف بيتعذب مثلا؟ ممكن انه قصدك لبين ما يوصل لمرحله التجنيس النهائيه؟ بالضبط. لا بعد ما يتجنس الشخص قال فرضا انا اجاني مولود بالمرحله السابعه او الخامسه او الرابعه او الثالثه ما ضفته. اخذ الكملك تبعه وما ضافه. بعد ما يتجنس الاب والام بده يروح قدم طلب اجباري للنفوس العامه. هذا الطلب عم ياخذ ثلاث سنوات. يعني ثلاث سنوات بس لحتى يدرسوا الملف انه هذا اجى شخص طفل جديد. مرحله طويله. 2017. شو اسباب التاخير يعني حسب علمك؟ انه ليش بيتم كل هالقد روتين طويل؟ البيروقراطيه الموجوده في النفوس. نعم. فقط لا غير، هو لازم يتجنس اب وام مواطنين اتراك لازم يتجنس فورا، ولكن مواد القانون الاستثنائي لازم يعملوا له ملف. طبعا بس في وصل ال 15 او 20 ليره للاطفال. هاد وين بيدفعوا بالنفوس كمان؟ النفوس انه بتقول له انه روح ادفع بالزراعات وارجع جيب لي الوصل. حلو. وبيتم ارفاق هذا الملف مباشره لحتى هن تلقائيا النفوس بتقوم بسحب هذا الملف وبعته على انقره. بالضبط، على السيستم ينزلوا للولد بيبعتوا على انقره الاوراق. حلو. بدهم يستنوا الاهل، هون بيتجنس الطفل مع الاهل. حلو. يعني في حالات كثير ضافوها بالمرحله الخامسه بعد الرابعه. نعم. وتجنس الطفل. حلو، ممتاز. اذا انت نصيحتك هلا الذهبيه هي انه في حال اي ولد طفل ولد مباشره يتم اخذ شهاده الميلاد واستخراج كملك وارفاق هذول الاوراق بملف الجنسيه. بالضبط، انصح الكل اي تغيير على الحاله العائليه. جميل. الحاله العائليه. يعني كمان بنصح مثلا اذا واحد كان عليه محكمه وطلع براءه يروح معلش ياخذ المعلومه من الموظف وليس من الفيسبوك. يطلع بذات نفسه على النفوس مو مثل اداره الهجره، ممكن يسال ويحكي. بيقدر يستفسر. أنا إجاني ولد؟ نعم، انا اجاني ولد شو بدي اساوي؟ الموظف هو راح يوجهه مو الفيسبوك او الجروبات. هاي نصيحتي. نعم، النفوس هي مقرها حسب ما بعرف في اذا باسطنبول بالفاتح عند شارع وطن؟ جنب اداره الهجره بشارع وطن. نعم صحيح. طيب في نقطه كمان ابو عمر، في حال مثلا اذا بدنا نحكي عن حاله معينه طفل قبل المولود الجديد، هاد كمان اثناء ما بتعرف احيانا المراحل الجنسيه عم تاخذ تقريبا سنتين وثلاثه. جاب مثلا عيله جابت ولد وما ابدا يعني ما ضافته لملف الجنسيه ورجع جابت ولد ثاني. الولد الاولاني شو لازم تعمل بالضبط هلا اللي عم يسمعنا؟ شلون لازم يتصرف؟ وانت عم تقول الملف ممكن تبعه يروح ثلاث سنين لبين ما يروح على النفوس. شو بننصحه نحن هون؟ هذا صار له الولد مثلا عمره سنه ونص هلا حاليا.
بس الولد الأول ما تجنس، لسه ما تجنس، ما تجنس أصلا، ما ضافوه عندهم، ما ضافوه ولا طلعوا له كم لك. يعني ما بعرف ليش ما ضافوا، شو سبب عدم الإضافة وإجا ولد جديد فوقه. نعم، في كثير من الحالات هيك صراحة عم توردنا. نفس الإجراء ولا بيختلف عنه بشيء، إن كان بولد الأول أثناء مراحل التجنيس مثلا، بالمرحلة الأولى إجا ولد، بعد بسنة إجا ولد ثاني، تمام نفس الحكاية. بس المشكلة بقى صارت إنه مثل ما قلت، إذا بده يروح على النفوس ممكن تطول عملية سحب الأوراق. يعني بده يحط الأوراق، إنه والله في ناس عم تقول أنا بده يتأخر ملفي. نعم يا أخي، أنت مالك قاعد بدل هالموظف وراء هالمكتب لحتى راح تقول أنا راح أتأخر ملفي. يعني ما تحكي من عندك صراحة. بالضبط. تماما. يعني كل واحد عم يحكي من عنده، إنه أنا ضفت ابني وضليت من 9 شهور بالدوام أو بالأرشيف. يا أخي الأرشيف ما له علاقة بابنك. نعم. هذا الروتين وبيروقراطية بالنفوس. هو لأنه بتصير هي صراحة بتصير هي المراحل الطويلة لبين ما يبتوا بالأمر والقرار، ولا يطلع ليكون في تواقيع، ولا يصير في عملية التأكيد على الملف ويتثبتوا من الحالة بشكل، يمكن هي المرحلة عن جد بتاخذ وقت. لكن أكيد الروتين القاطع يعني هي مشكلة بكل الدوائر. يعني هي بكل الدوائر وليس فقط، يعني حتى المواطن التركي إذا بده يتوظف في الدولة التركية عم تاخذ معه الأرشيف 9 شهور سنة. زمن طويل. وليس مواطن سوري. هو قانونا 30 يوم. 20 يوم ل 30 يوم لازم الأمنيات ترد للإدارة اللي طالبه هالتحقيق هالكتاب. حلو. الأعداد الكبيرة وكورونا صارت هاي المرحلة للأسف، اللي كان مرحلة رابعة أولى أو الثانية عم تمط سنة ونص، 8 شهور ب8 شهور أحيانا. نعم. أحيانا سنة. بالفعل كثير عم يشتكوا أشخاص إنه من طول مدة المرحلة الرابعة بالذات. بكل الأحوال نحن بدنا نشكرك أبو عمر على هالمعلومات والتفاصيل المهمة فيما يتعلق بإضافة ملف المولود الجديد لملف الجنسية التركية الاستثنائية. شكرا جزيلا لك. العفو، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. متابعينا، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هالمعلومات اللي قدم لنا إياها أبو عمر. صراحة ملف جدا دقيق للغايه بهي القصه، اللي لازم نكون نحن مقدمين كل الاوراق بشكل نظامي ورسمي، وما عم نحاول ابدا نتاخر فيها ولا لحظه، لانه مثل ما اضاف ابو عمر اي مساله بالتاخير بهذا الموضوع ممكن تاخر اصلا مساله الاستلام والحصول على الجنسيه التركيه والوصول لاخر مرحله بالمراحل. اذا بدنا متابعينا ننتقل لسؤالنا التفاعلي لليوم. صراحه سؤالنا التفاعلي اليوم بيتعلق بموضوع انساني شوي، اذا فينا نحكي. بعض الاشخاص بيحبوا بفضلوا او عندهم رغبه انه ينسوا أحداث مؤلمة صارت معهم، ذكريات مؤلمة ممكن تعرضوا لها وواجهوها. كيف ممكن من وجهة نظركم أنه هدول الأشخاص يقدروا يتخلصوا من هالذكريات والمواقف المؤلمة التعيسة الحزينة بطرق معينة، بأساليب معينة، بأدوات معينة أنتوا جربتوها؟ نساعد، نحاول نخبر الأشخاص التانيين اللي عم يسمعونا بهالطرق ليقدروا يتغلبوا على هالذكريات، لأنه في كتير من الأشخاص صراحة بيكونوا عايشين بمرحلة من التكبل أو من التقييد بسبب ذكرياتهم السيئة عن شيء تعرضوا له أو مرقوا فيه، أو أحداث حزينة، حروب، مثل كتير من الأشخاص والسوريين بشكل خاص تعرضوا له مواقف حزينة للغاية ومؤلمة. إذا فينا نحكي، بدنا نذكركم بأرقام التواصل اللي فيكم مباشرة تتواصلوا فيها حاليا بفقرتنا التفاعلية، 0350-034-16، وكمان فيكم تتواصلوا معنا على الرقم 0350-034-17 إذا عندنا 16 و17. وأكيد كمان فيكم تعلقونا وتكتبونا تعليقاتكم المباشرة على الفيسبوك ببثنا المباشر أو حتى على اليوتيوب. وبنذكر أنه كمان فيكم تسمعونا على التردد 94.6 على ما أعتقد، وأيضا البث المباشر الموجود والتردد على النايل سات موجود 12
12645 أفقي. بإمكانكم مباشرة تسمعونا وتتابعونا من التلفزيونات والتردد والقمر نايلساد. إذا بدنا نقرأ شوية تعليقات لبين ما يجينا أول اتصال. عدنان حاج يوسف عم يقول صباح الخير للجميع. ريال مدريد بما يتعلق بموضوعنا اللي كنا عم نحكيه قبل، ريال مدريد نادي إنساني قبل أن يكون نادي رياضي. في عام 2016 قام بدعوة الطفل ووالده الذين تم دفعه وسقط من الصحفية على الحدود المجرية، وأيضا قام بتكريم الطفل وأخذ الصور مع الكؤوس ونجوم النادي ووافق الفريق بعد ذلك أثناء أحد ورافق الفريق أثناء أحد المباريات. يسعد صباحك يا عدنان على هالخبر الحلو اللي أكيد كان روع عليه كمان بلال، كل شيء بيتعلق بالنادي الملكي. كمان في تعليقات جميلة عم يقولولنا، في تعليق لوضاح عم يقول الله يسعد صباحكم بكل خير. يسعد صباحك يا وضاح. وإبراهيم عم يقول صباح النور والسرور. يسعد صباحك يا إبراهيم الفهد. بالنسبة لعلاء دينكا عم يقول صار شيء جديد مشان مولود تركيا مشان الجنسية، حكينا عنه هلأ يا أبو عمر بهذا الموضوع بشكل يعني مفصل للغاية، وحاول أبو عمر الخبير بالشأن القانوني يقدم لنا كتير مراحل عملية وسهلة وبسيطة يقدر أي شخص من خلالها مباشرة يتقدم لملف الجنسية التركية ويضيف ملف المولود الجديد بما يتعلق بالجنسية التركية. أبو عبادة عم يكتب لنا تعليق صباح الخير مدام هلا، في عندي انتقاد صغير يا ريت تتقبلوه بصدر رحب. أكيد نحن حنتقبل كل الانتقادات يا أبو عبادة. أتمنى أن تركزوا شوي على موضوع الأخبار وأقوال الصحف لأن الأخبار عم تجي كلها محلية. مثلا نحن السوريين شو بيهمنا خبر اجتماع رجال أعمال الأتراك وبحرينيين لبحث سبل تطوير العلاقات أو خبر تصدر الخطوط الجوية بأكبر عدد من الرحلات. بتمنى الاهتمام شوي بهالموضوع، يكون في أخبار شاملة أكثر على الوضع السوري وأخبار عالمية أيضا أكثر من هيك. أكيد ملاحظتك يا أبو عبادة رح ناخدها بعين الاعتبار، لكن بشكل عام نحن في عنا مواجز، في عنا نشرات إخبارية مفصلة، في عنا فقرة أقوال صحفية اللي بتاخذ منا أبرز الأقوال وأبرز التصريحات يلي إجت بالصحف المحلية التركية حصرا أو حتى عالميا إذا فينا نحكي، سواء كانت المعارضة الصحف التركية أو حتى الموالية. وبتتنوع الأخبار، ممكن على حظك اليوم كانت الأخبار شوي بعيدة عن الشأن السوري، لكن الأخبار السورية حاضرة دائما وبقوة بمواجيزنا. ممكن مثل ما ذكرنا يتم التركيز أكبر استنادا لملاحظتك. بإذن الله تعالى رح يكون وصل خبر أكيد لفريق التحرير الأخبار، وبإذن الله نأخذ ملاحظتك بعين الاعتبار. رح نأخذ أول اتصال إجانا بفقرتنا الصباحية والتفاعلية. أحمد يسعد صباحك يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا فيك يا أحمد. الله يعطيك العافية مدام هلا. أهلا وسهلا فيك، كيفك يا أحمد؟ إن شاء الله أمورك بخير. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الله يفضل عليك. إن شاء الله على طول يا رب أحمد. أنا متوقع ما سمعت بس سؤال تفاعلي ما سمعته. سؤالنا التفاعلي حلو كثير، إذا في عندك كان ذكريات أو مواقف مؤلمة كانت أو فينا نقول حزينة، شو هي الأداة والطريقة يلي أنت عم تحاول تستخدمها أو الآخرين عم يساعدوك فيها لحتى تتخلص من هالذكريات الحزينة والمؤلمة؟ كشعب سوري يعني حياتنا بهالعشر سنين اللي مضت يعني هي لحالها مأساة يعني. نعم نعم. كان كتهجير، كان الناس مثلا اللي فقدت ناس تحبهم، اللي فقد ابنه، اللي فقد اخوه، اللي فقد اخوه، كان عندي صهري الله يرحمه. الله يرحمه يا رب. توفى الاحداث. توفى بالحرب؟ بالحرب اي نعم. قطر النظام الله يرحمه. الله يرحمه يا رب. هاي طبعا من الذكريات المؤلمة اللي كنا نحاول ننساها. بس احمد شوي اذا بتعلي صوتك لانه شوي الصوت عم يروح عند ما بحكي يعني بشوف اولاد اختي عم يكبروا وابوهم مقرر يعني بتذكر هالفتره المؤلمه هي وبدعي على اللي كان السبب بدعي على اللي يسمح لهذا نعم
نعم احمد، انا بدي اتشكر كثير مداخلتك شوي، كان بدي اعتذر انك كمان شوي كان الصوت ضعيف، بس وصلت الفكرة. الله يصبر قلبكم أكيد، وبنفس الوقت يكون في عنا قدرة على أنه ننشط ذاكرتنا ونحاول قدر المستطاع، ما فينا نزيلها بشكل كلي هالذكريات السلبية، وإنما نحاول نتجاوزها لحتى نقدر نعيش حياتنا بشكل أفضل. رح ناخد اتصال جديد. بلال، يسعد صباحك يا بلال. يسعد صباحك. أهلا وسهلا يا بلال. تمام الحمد لله، أنت كيف أمورك؟ إن شاء الله بخير. ان شاء الله على طول تضل بخير باذن الله تعالى، وسعيد ومرتاح. هات لنشوف بلال، انت شو برايك هي الطرق الفعاله لانه تمحي شيء سلبي بذاكرتك؟ انا برايي تعودنا يا انسهاله، يعني تعودنا على كل شيء، مثلا الطرق السلبي صار شيء اساسي بحياتنا، صار امر عادي، كانه يعني شلون مثل الصلاه صار يعني هلا صار عندنا بكل بيت، مثلا بسوريا شهيد، صرتي تسمعي هلا خبر واحد مات الله يرحمه، عزى 3 أيام ونسوه، مو مثل الاول. والناحيه يعني انه الصبر، ما فيش غيره، الواحد ينسى مثلا يضل يلتهي. انا مثلا صار في يعني هيك شيء، مثلا بلتهي يعني بنسى، يعني ما المشكله مو طالع شيء بالايد. نعم نعم. هلا انا كثير من حديثك ومداخلتك بلال صراحه حطيت انت وضويت كذا نقطه. اول شيء انه نعمه النسيان اللي الله اكرمنا فيها هي بالفعل اهم شيء الله اعطانا اياه، لانه يعني قديش عم نقدر نتجاوز هالشغلات الحزينه لحتى نقدر نعيش ونكمل حياتنا اللي الله كمان اكرمنا فيها وعمر اعطانا اياه. هي نقطه كمان انت قلتها انه الصبر وتوالي الاحداث الاليمه اللي عم تجينا، سواء بما يتعلق كدولة حرب نحن بسوريا، هي النقطة بالفعل يعني قديش نحن مثلا من خبر وفاة لخبر استشهاد لهدم تهديم بيوت، دمار، الأزمات الاقتصادية، بالفعل هي شيء محزن يعني دائما. صح صح. وبالنسبة لنادي ريال مدريد ترى شيء مو جديد عليه، هذا الملكي. الملكي، أنا قلت له لفتة ملكية من نادي ملكي. حلو الكلام. يسعد لي اوقاتك يا بلال، وشكرا كثير لمداخلتك، وبنتمنى لك هيك ذاكره تكون كلها مفعمه بالحيويه والحياه. اهلا وسهلا فيك يا بلال. معنا علي اتصال كمان جديد، يسعد صباحك يا علي. علي علي صباح الخير، صرت معنا على الهواء. لسه على ما يبدو علي مو جاهز، اذا بتقدر ترجع تحاول تتصل فينا يا علي على الارقام 035، نذكر كمان بالارقام للي ما قدر لحد الان يتواصل معنا، 035-0234-16 و035-0234-17. طبعا لسه نحن معنا وقت لندردش بما يتعلق بموضوع الذكريات وكيف بيقدر الواحد يحاول يتجاوز الذكريات الأليمة يلي بالغالب عم تكون متوالية ومتتالية فيما يتعلق بوجود الشخص بمنطقة دائما فيها ضغوط وظروف صعبة للغاية. أما الأشخاص، علي صار معنا على الهواء، رح نكمل أكيد متابعينا، رح ناخذ علي مشان ما نخليه ينتظر كثير. علي يسعد صباحك. صباح الخير مدام. هلا صباح النور، أهلا وسهلا فيك يا علي، كيف أمورك؟ إن شاء الله تمام. والله الحمد لله. والله يسعدك يا رب ويسعد صباحك. هات علي لنشوف شو في عندك افكار انت، كيف تقدر تنسى الذكريات والمواقف السلبيه الحزينه اذا فينا نحكي والسيئه اللي كانت مريت عليها؟ في مواقف حزينه بسيطه فينك تنسيها ما تعود تتذكريها. تمام. بس بتكون يعني على هامش الحياه هي مرقت معك، يعني ما بتاثر معك بالعقل الباطني اللي بعيدك يعني. يعني مثل شو؟ خلينا نذكر امثله انه شغلات انت يعني بتقدر تنساها. مثلا صديق، لنفترض صديق حميم توفى، انا بعد سنه او سنتين بالنادر لا يمرق على فكري. علي بس يعني اذا بتقدر كمان تعلي صوتك شوي صغيره. تمام. يا عيني عليك، كثير حلو هيك. مثلا قلت انا اذا عندي مثلا صديق عزيز توفى مثلا، لنفترض انه بعد سنه او سنتين انا بالنادر لحتى اذكره. الله يرحمه. نعم. تمام. نعم. اما في شغلات بيمرق فيها الانسان، ضغوط نفسية عالية، ملاحقة، مطالبة، أي شيء، هاي صعب ينساها. شلون يعني؟ أنت بتصير عندك هاجس. أنا مثلا ملاحق كل ساعة ما بعرف منين بيجوني، منين بفوتوا علي على البيت. أنا مطلوب، أنا شيء، أنا متهم. هاي الهواجس أنت صعبة تطلعي منها.
بالضبط، فعلا فعلا موضوع. وانت بتصيري بتعيشي بقلق 24 ساعه، انت قلق هلا بده يصير معي شيء، هاي ما بتحسي تنسيها. حتى لو طلعتي منا، يعني طيب انا كنت عايش بالبلد بسوريا، عايش هذا تحت الضغط هذا 4-5 سنين، وتعرضت لتعذيب واعتقال وشغله كبيره، اذا طلعت من البلد انا ما راح احلى، انا ما بينتسى هذا الشيء. وراح يضل الهاجس تبعيته، بصير انا ماشي مثلا سمعت صوت يا لطيف. أيوة. انا اولادي عاشوا هاي الحاله فعلا، سمعنا صوت قذيفه او طيار لحد الان نحن عندنا هذا الذكرى المؤلمه اللي انطبعت بالاسماء. اولادي واولادي اجوا فاتوا لعندي على تركيا، ثاني نهار طلعنا مشوار مرقت طياره مدنيه، اولادي خافوا. صح، انا بقدر هذا الموقف. بقى هاي الشغلات هاي لها رياضه معينه فكريه انك تتجاوزيها. والافضل افضل مراجعه استشاري نفسي، يعني لا حتى يطالعك من هاي الحاله، اما حال نفسيا ذاتيا انت بتطول حتى تتاقلم على الوضع وتطلع من الحاله. ضروري مراجعه طبيب نفسي او استشاري نفسي، لان كثير عالم ما بتحب اسم الطبيب النفسي، فاستشاري نفسي ضروري الواحد يراجعه لحتى يعطي تكنيك معين يطلع من هيك حالات. حلوة فكرتك، هي وجهة نظر كثير مهمة يا علي صراحة، أنه كلمة رياضة وكلمة استشاري خبير بهذا الموضوع بيساعدنا على أنه نطلع من هالذكريات السلبية، لأنه بالفعل أنت حكيت نقطة مهمة، هي أنه هدول الذكريات هدول الهواجس ممكن تقيدنا بحياتنا، يعني تشل حركتنا صراحة، تخلينا دائما عايشين بدوامة، وهي الرعب والخوف القلق المستمر يلي بتقيد كل شيء وما بتخلينا بتربط إيدينا مثل ما بيقولوا بالعامية. طبعا حلو كلامك ومداخلتك، شكرا لك، شكرا لك يا علي على هالمداخلة الجميلة والرائعة، شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. طبعا نحن كمان مستمرين بتلقي اتصالاتكم، اذا لسه زايد معنا وقت في معنا محمد. يسعد صباحك يا محمد. يسعد صباحك عن سهله، كيفك شو اخبارك؟ تمام الحمد لله، انت كيفك؟ ان شاء الله تمام والله الحمد لله رب العالمين. الله يعطيك الف عافيه يا رب. محمد انت مرقت اكيد مثلنا كلياتنا، مرقت صار في عندك ذكريات حزينه سيئه اثرت فيك أهلمتك لأيام معينة أو لشهور ربما الله يبعدهم هلأ عنك بشكل عام، إذا ما نحكي عن هدول الذكريات كيف ممكن أنت تطلع منهم لحتى تقدر تكمل حياتك؟ أدوات معينة، طرق معينة بتقدر تستخدمها حتى تحاول ما تتذكر هالشغلات السلبية؟ تماما. أول نقطة، نحن الحمد لله رب العالمين، الله من علينا أنه نحن مسلمين الحمد لله، ونعرف حقيقة هاي الحياة. نحن الآن في هذه الحياة يعني دار ابتلاء. نعم حلو. وبدنا نروح للدار نعيش فيها حياة خالدة إن شاء الله، أما بنعيم أو والعياذ بالله بجحيم. فلما المسلم يتعرض لابتلاء لازم يتذكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، عجبت لأمر المؤمن فإن أمره كله خير، إذا أصابته ضراء صبر فكان خير له، وإذا أصابته سراء شكر فكان خير له. فأمر المؤمن كله خير، فلما بيعد علينا أحداث حزينة هذا كله بثوابه، سواء نسينا أو تذكرنا، لازم المؤمن يكون على يقين أنه هالشي كله بثوابه، ما في شيء بيضيع ببلاش. جميل، جميلة هالمداخلة، جميلة للغاية، لكن خلينا إذا بدنا نحكي بجانب ثاني شوي محمد، ممكن أحيانا تأثر عليك ذكرى وفاة أحد عزيز، مثلا كلمة مثلا ممكن كثير أثرت فيك وكان وقع كثير صعب عليك، كيف تتجاوز هذا الموضوع؟ هلا بالنسبة لوفاة شخص عزيز علي، اللي بيعزينا أنه يكون هالشخص أنه ملتزم، يكون مؤدي واجباته وصلاته مثلا، انه يكون شخص صالح، ونأمل انه نراه في الجنه. جميل. وهذا الشيء اللي بيعزينا. جميل هالكلام. بالنسبه لكلمه سيئه، يعني بالنهايه نحن بشر، مين نحن؟ نعم يعني اشخاص جدا جدا ضعيفين، يعني مين انا لحتى مثلا انسان حكى معي كلمه لحتى اتاثر؟ نعم. انا انسان ضعيف، خلقني رب العالمين من ضعف، لو ما رب العالمين ما كرمني ما كان انا اسمي انسان. نعم نعم، حلوه هالمداخله، بدي اتشكرك اكيد يا محمد على المداخله الجميله واللي كلها حكم صراحه وزرر. متابعينا خلصت فقرتنا التفاعليه لليوم وكانت منوعه بالمداخلات الجميله، صار الوقت لنروح لموجز لاهم الانباء وبنرجع بعده لنتابع بحلقتنا، خليكم معنا. ساعة
صباحك مسك برعاية شركة امتلاك العقارية. مستشار العقار في تركيا 055-2000-1000. العاشرة صباحا بتوقيت حلويات السلطان في اسطنبول. أينما كنتم في اسطنبول تصلكم حلويات السلطان العالمية، أطيب وألذ تشكيلة من حلويات القشاط مع أوسع وأفخم باقة من الحلويات المشكلة، بالإضافة لأميز قوالب وقطع الكيك. الفاتح 0552-32-23-102، بشك شهير 0531-26-56-637. موجز الأخبار. أهلا بكم في موجز الأخبار من مسك في إسطنبول. انعقاد الجولة 62 من المحادثات الاستشارية بين تركيا واليونان لبحث الوضع في بحر إيجا وشرقي المتوسط. متحدث الرئاسة التركية يعرب عن أمله في أن تقدم قمة زعماء الاتحاد الأوروبي المزمع عقدها الأسبوع المقبل التزاما بإيجاد حل دائم لأزمة الهجرة وعودة آمنة في سوريا. الخطوط الجوية التركية في صدارة شركات النقل الجوي الأوروبية من حيث متوسط عدد الرحلات اليومية في الفترة بين 18 مارس آذار الجاري ب 649 رحلة. رجال أعمال أتراك وبحرينيين يبحثون فرص التعاون المشترك فيما بينهم لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. انتهى الموجز إلى اللقاء. امتلاك العقار حق لا مكرمة، ومن سعادة المرء البيت الواسع الهني. مارس حقك في التملك واشتري عقارا في جنة الأرض تركيا. امتلاك العقارية أسلوب جديد للتملك في تركيا. نبحث لك عن فرصة عقارية، نضمن لك العقار حتى استلام سند الملكية. نقدم خدماتنا مجانا من المطار حتى استلام العقار. لدينا أكثر من 100 خبير ومستشار عقاري وفريق متخصص بشؤون الجنسية التركية مقابل عقار. امتلاك العقارية، مستشار العقار في تركيا. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. نختتم معكم عام 2020 وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا، وبمحبة نعدكم بالمزيد. ابدأ عامك الجديد بحيوية ونشاط، واستفد من عروض علاجك الطبية لعمليات علاج السمنة في مدينة إسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا نحن علاجك. مثل ما عودناكم في شركة طيبة للذهب، الموديلات المميزة والأسعار المنافسة. والآن طيبة للذهب صار أقرب إلكم. زورونا في فرعنا الجديد بشك شهير مترو كنت، أو في فروعنا بجانب مسجد الفاتح سوق مالطا. 0551-339-275. مجوهرات طيبة، اسم من ذهب.
لأول مرة في تركيا أفران بريد فاكتوري تضع بين أيديكم فرنا متكاملا. بريد فاكتوري أجود أنواع الخبز العربي والتركي، المعجنات والمنقيش والفطاير. تناول منتجاتنا ساخنة من الفرن إليك مباشرة، ولا تنسى الكرواسان والجاتو مع صالة مخصصة للمناسبات والاجتماعات. بريد فاكتوري باشاك شهير الإيتاب الأول بجانب أونور ماركت. 0553 45 59. هل تفكر بجهة موثوقة تستلم عنك أعباء المعاملات في تركيا؟ شركة غرس الاستشارية تقدم لك خدماتها الاحترافية، نخبة من أمهر الاستشاريين والخبراء في كافة المجالات بخبرة تمتد لسنوات. ننجز كافة أنواع معاملات الإقامة في تركيا وندعمك في تأسيس شركتك وإطلاق نشاطك التجاري بوقت قياسي. وإن كنت تود الحصول على تأمين صحي في تركيا بأفضل الشروط، أو ترغب بإتمام معاملتك للجنسية التركية مقابل عقار أو استثمار، غرس الاستشارية في خدمتك. محاسبة قانونية، خدمات الترجمة المحلفة، استخراج أذون العمل وغير ذلك من الخدمات القانونية. شركة غرس الاستشارية، وجدنا لخدمتكم. تطبيق الطبيب يوفر لك الوقت ويبعدك عن زحام المدينة، فأينما كنت وبأي وقت تستطيع حجز موعدك مع طبيبك. تطبيق الطبيب هو الأمثل، حمله الآن. برعاية شركة امتلاك العقارية. مستشار العقار في تركيا 055 2000 1000. أهلا وسهلا فيكم معنا جديد متابعينا بساعتنا الثانية من مشوارنا بصباحك مسك. بفقرتنا اليوم رح نحكي عن مادة جدا مهمة، وهي مادة حتكون غذاء للروح بإذن الله تعالى. شعبان شهر التسامح، وهو عنوان للغفران والتسامح، شهر هام لرد الحقوق وأيضا للاستسماح، فرصة للرحمة والسماح والسمح. طبعا نحن رح نحكي أكثر عن هذا الشهر الفضيل. بصيرنا استضافة الاستشاري الدكتور حمزة الحمزاوي في برنامجنا، رح يحكي لنا اليوم عن الوعي وفي الحقوق والذمم بشكل مالي وتفاعلي. أكيد الدكتور حمزة الحمزاوي مؤسس ومدير سمارت واي للتدريب والاستشارات. يسعد صباحك دكتور حمزة. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم، صباحكم أسعد إن شاء الله. الله يسلمك يا رب. الله يحفظك وقواتك إن شاء الله يا رب. بإذن الله تعالى نحن باليوم بفقرتنا رح نحكي عن حابين نحن يعني نستفيد مع حضرتك بموضوع علاقة شهر شعبان المبارك بما يتعلق بوعي الحقوق والذمم بشكل خاص. جميل جدا. شلون فينا نستفيد ونشرح للمشاهدين والمستمعين عن هذا؟ إن شاء الله إن شاء الله. هذا أنا عامل هيك استفادة صغيرة كتير. صغيرة. استفادة بدها. والله مظبوط. طيب. حضرتك أكيد. جميل. الله يبارك فيك. بكل بساطة دائما نحن منتظر دوما كلمة النهايات والخواتيم، النهايات والخواتيم. في شيء يمكن معظم الناس ما بتعرفه، أن شعبان هو ختام السنة التي لا علاقة بالأعمال. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فشعبان شهر عظيم يغفر عنه كثير من الناس، يأتي بين رجب وبين رمضان، ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. كلمة ترفع الأعمال، نحن كل حياتنا أصلا هون اختبارنا له علاقة بالأعمال. بالأعمال. ومطلوب منا دائما أحسن العمل ليبلوهم أيهم أحسن عمل، هيك يفترض. فهذا الشهر تحديدا هو التي ترفع فيه الأعمال إلى الله، وخاصة في ليلة النصف من شعبان. هذه ليلة يطلع الله على جميع خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. مشرك أو مشاحن بمعنى آخر، لازم ننتبه من الغفلة
القائل الحديث الأول هو الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فلذلك بدنا ننتبه إنه ما نكون غافلين في هذا الشهر بالذات. هذا نعم. شهر الختام. تبع ختامها مسك إن شاء أيوة. الله بقناة مسك بإذن الله رب العالمين. الله يسلمك. فإذا كان ختام الأعمال في 15 شعبان يعني ترفع فيها الأعمال أو لا ترفع، فلازم نفكر تماما شو الشيء اللي بيمنع إنه عملنا يرفع. فللأسف الشديد يعني يسوءني ويسرني نفس اللحظة أن أقول لازم ننتبه لشقين. شق بتكلم فيه عنه السادة المشايخ مش أنا اللي هو له علاقة بالشرك. القسم الثاني الشقاق. الشقاق. الشقاق المشاحنة، البغضاء، الضغائن، القرف النفسي، الحقد، الكراهية، كل هذه الأمور والحمد لله متوفرة لدينا وبشكل كثيف جدا 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 للأسف، وربما موجود عندنا من سنوات. وأنا لا أتكلم عن مغتصبي الحقوق ولا عم نحكي عن خلينا نقول عن الأعداء، أنا عم نحكي عن نطاقي أنا وأسرتي وعائلتي، أنا وجيراني، أنا وإخواني، أنا وخلاني الشخصي والعائلة، الشخصي ومحيطي. نعم. اليوم لو دخلنا إلى المحاكم إحنا إنه يعني محاكمنا مليئة نحن على نحن. صح. تمام. طيب شو سبب هالضغائن والحقد والكراهية و في شيء اسمه ذمم. ذمم. الذمم في ناس بتظن إنه هي فقط ذمم مالية. بالضبط. نحن عنا مالية وعنا عينية وعنا معنوية. وأخطرها المعنوية اللي هي معنية الآن عنا أكثر في موضوع شعبان. لكن كونه فتحنا سيرة الذمم وفتحناها يا ريت عن جد يلا خلينا نسكر كل أنواع الذمم. أيوة تماما. فلذلك الآن وقبل دخولي في رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره أتقى من النار، الإقبال للناس على رمضان عظيم جدا، لكن هني بيظنوا أن بداية الإقبال في رمضان. لا. بداية الإقبال أن ننهي ونختم صح ما قبل الدخول برمضان. فلذلك عنا فرصة رائعة جدا 30 يوم في شعبان لواحد فينا يصفي ذهنه ويصفي قلبه ويركز أوضاعه ويحط ورقة وقلم ويجمع فيها كل الذمم المترتبة عليه. الذمم قد تكون مالية فعلا. شو عندي قروض، شو عندي ديون، شو عندي سلف إلى آخره. يقوم بعملية ترتيب أولويات. ترتيب أولويات في موضوع الذمم المالية. المالية. نعم. نجي للذمم العينية. العينية يعني أنا اقترضت، أنا استعرت، أنا أخذت كتاب، أخذت إن شاء الله تكون ست بيت، أخذت أواني وإلى آخره. بيستعاروا من بعض كتير أعراس وغيره وغيره. حتى على هدول الصعيد البسيط اللي في ذلك. العيني هذا من سمين. منحط في كذا 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 كذا. طيب. على المستوى الآن المعنوي اللي هو الأخطر. الأخطر. يعني مع أنه المعنوي هذا نحن أكيد دائماً منتجاوزه صراحة ومنتجاهله. نفكره أنه ما ولا أيوة. شيء. وهذا يمنع أصلاً أن يرفع أعمالنا إلى الله. أنا ما بدي ديرة حصة دينية الآن. لكن تعال نتخيل رحنا للآخرة ما عندنا أعمال أصلاً. وين أعمالنا بقيت هنا؟ ليه؟ لأنه لم ترفع أصلاً. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ما بيرتفع إذا في قلبي وفي قلب أيا كان من هؤلاء المحيطين حدثنا شحناء، بغضاء، كراهية. وسببها قد تكون هذه الذمم فعلا. وأهمها الذمم المعنوية. يعني أنا حكيت على فلان، حكيت على عرض فلانة، للأسف للأسف يعني الغيبة والنميمة، فكيت ارتباط، حرمت حدا من عمله من شغله. نحن منطق براغي كتير ونحكي كتير ونلت ونعجن كتير، وشفتي فلانة شو عملت وفلشتها شو عمل، وبالتالي احنا ما عم نوعى انه عم نرتكب حماقات كبيرة جدا. اولا بحق ذاتنا قبل ما نسيء لأي حدا من الناس اللي من حوالينا. هذه الذمم المعنوية تحتاج الى كمان نحط لها قائمة ونقول والله فلان انا حكيت عليها، والله فلان انا للأسف جبت سيرته بالعاطل، ولا انا فلان ذكرته عند من يعمل عندهم بطريقه سيئه ممكن اثر على عمله. فلان ظلت عانس من وراء راسي بسبب انه حكيت عليها. انا حكيت عليها مثلا، ممكن يكون صح ممكن يكون غلط. لكن كل الحالات انا اذيت. فهذه ايضا من الذمم اللي يفترض ان تكون. طيب شو تساوي؟ أيوة شو الإجراء؟ أي جاي لك إجراء. يعني إحنا دكتور هلا وصلنا صنفنا هال حطيت ورقة وقلم مثل ما قلت، كتبت كل هالنقاط. برافو عليك. صفي بس أنا أعرف طب كيف بدي أروح لفلانة. تمام. كيف بدي؟ هلا عنا رقم واحد إنه نوعه. وهذا اللي عم نحدثه الآن. هذا نوعه. لأنه ممكن يكون إحنا عايشين في غفلة أصلاً. انتبهت للقصة. ذكرين بالموضوع كله. اثنين شرعنا بالعمل وجبنا الورقة والقلم وسجلنا هذه الذمم. حلو. اللي والله أنا بنسى. طيب إجراء بسيط كتير. افتح جوالك على الاقل وسرد الاسماء اللي جواته. والله بيطلع بس في 100 واحد حيطلع لك عندك كل انواع الذمم. قد يطلع لك من ايام ايام زمان. اوه انا طلعت من سوريا من 10 سنين وفلان له برقبتي كذا. ان شاء الله يكون بقالي. تمام.
سيم للناس انه عندي كذا، ايه اغراض فلان استعطى عندي بي. فلذلك ممكن يساعدنا كاجراء لازم الآن ارجع عليهم كلهم نتذكر على يا كان نقول دفتر تليفونات من الزمان ايام زمان صحيح فيها تليفونك نفسه بسم الله ما شاء الله حاوي كل شيء صحيح. فلذلك نحاول بالفعل نعمل عملية انعاش، فلان توفى الى الله الله يرحمه، وفلان تذكرناه بسيرة حلوة ابتسمنا ضحكنا، فلان تذكرنا له بعثنا له وردة بعثنا له قلب بعثنا له كذا إلى آخره. حلو حلو, حلو. إنه نرتب القلوب بهذا الشكل، واللي له الحقوق كتبناهم. أيوة هدول اللي عندي حلو. مثلا في مشاكل إنه ممكن معنوية يعني مثلا طبعا ممكن كل شيء شو، فلذلك أنا هلا بدي ببدأ برحلة اسمها الاستسماح. الاستسماح أيوة هي أول خطوات بدنا نشوف الطريقة المناسبة للاستسماح، لأنه الموضوع حتى الاستسماح فن. أنا في ناس أنا يعني اذا بقول له لك عندي فكاني ملكت رقبتي يعني فعلا نعم بصير يخنقني صحيح صحيح في لذلك بدي اعرف انا كيف حتى فن الاستسماح يكون هذه طرائق واساليب يفترض تكون مهم بدايه انا من حيث النيه من اراد الاداء يعني نويت انا اقترضت ونويت الاداء ادى الله عنه فانا نويت ان شاء الله صد ذممي ونشوف اذا الذمم الماليه متوفره لدي اصلا موجوده عندي هذا طبعا خبر مفرح كثير حيكون للشخص المقابل طبعا نعم ينتظر لانه عندي 100,000 كذا الى اخره وين حول لك اياها يعني بيروق بيروق كثير جد احلى عيديه طب ما عندي هذا المال ما عندي تماما لسبب ما عندي اذا اول شيء بدي احرر انا في جواتي هل انا عم لف ودور لاكل مال الاخرين هل انا عم لاقي لي شيء مبرر لحتى اقول له لا مالك عندي ايوه مثلاً. كمان هي نقطه مهمه فعلا تمام فبينك وبين الله الحكايه طيب لا والله انا مقر لكن ما معي فأنا ممكن أعمل استسماح بتأجيل المدة بأنه فلان فلاني ما نعرف جاينا شعبان بدنا عمالنا ترفع إلى الله أرجو أنك تأخذ يعني تسامحني شوي يعني أنه بس تعطيني مهلة تعطيني وقت نظري إلى ميسرة قد تتفاجئي وهذا جربته كتير مع أشخاص كتير قد تتفاجئ الشخص الآخر نسيان المبلغ كله يعني أي من ذهنه أصلاً يأسان منه يأسان هو يوصل لمرحلة اليأس فذاك بقول له أي مبلغ أي سنة أي كذا يا سيدي الله يسامحك روح دنيا واخره ما بدي اياه ارتاح هون بقى السعاده للطرفين تماما ذاك ارتاح وهذا ارتاح وخلصنا او ممكن لا يقول له لا والله بدي يقول له طيب اذا اصبرني ممكن يعني يطلع له نسبه من ضئيله من البشر عليك وعلى اللي دينك واخر مره واول مره بده يصبر يعمل له بلوك ويحجبه بده يتحمل شوي لانه عمليا انا اخرت او انا قصرت او انا عندي ظروفي بجوز بس بالنتيجة ما تعاملت معه بالأريحية معظم الديانة للأسف المدينين تلاقي بيهربوا إذا كان بالبقال بيغير الطريق كله فعلا بيغير فعلا. المكان كله إذا كان في علاقة ألو شلونكم كله بيبطل يسأل عنه أصلا من ورد دي مشان ما يسألوا عليه تماما فلذلك لا بدنا نحاول أنه نرمم هذه العلاقة وما نخلي العلاقة المالية تفسد بيننا وبين خاصة المحيطين فينا جميل هذا الكلام المالي. حلو يجي للعيني العيني هلا كيف فينا احنا نسد يا عندي يا ما عندي كمان عندي الإناء رجعنا عندي الكتاب أيوة. رجعنا عندي طقم السهرة رجعنا عندي الخاتم او رجعت بدي شبيهه مثلا في سفينة هلا بداية لازم رجعه هو هيك لازم حلو طيب هلك راح ما موجود تماما هون بده تعويض بطريقة ما وبده استسماح اها يا سعاد انت عرفتيني السنسار الطول مدعيف بصراحة اختفى ضاع انسرق ما أكثر من السيدات وقت بيستعيروا هيك شغلات رقم واحد أول شيء لازم هي تكون عن جد صادقة مو تلف الدور برضو مستحليته فقالت لها بدي تشوف تماما بتصير لأنه والله وتقول لها فعلا عنديها وهذا العين عندي فبتكون تقول لها لا والله ما بيرجع هدية لإلك خلصنا ونحن شاطرين أصلا بالحلفان تمام ممكن تقول لها إيه والله كنت عم دور عليه ونسياني أني أعطيتك إياه فرحتيني إنك حترجعي لي حلو خلصنا منه ما موجود فبده عوض بده عوض وفي شيء بيتعوض وفي شيء ما بيتعوض اللي بيتعوض سهله عادي يعني موجود من هالكاس كثير ايوه اعطيناك واحد جديد اخذناه مستعمل اعطيناك واحد جديد خلصنا حلو لكن في شيء مرتبط احيانا بمعنويات بيكون شغله مو غاليه تمام. لكن هي جايتني من خطيبي هي جايتني كانت من امي الله يرحمها فيها اثر امي فيها كذا الى اخره صح فهون بده استسماح زائد كفاره يعني بدنا نعوض مع مرادات مع شيء زيادة لحتى يسكت أو يرضي مثلا بطريقة بس ما يفهمون الناس زيادة كلمة ربا يعني لا مو قضية ربا قضية تعبير عن أنه أنا بالفعل استسمع. ربما غلطت في حقك وأنا عم بارغ في موضوع أنك أطلب السماح نعم. مثلا نعم. فلابد من إرجاع العين وإرجاع يعني فوق شيء هدية
كلمة طيبة، شيء من هذا القبيل، نرضي حقيقة الشخص الآخر. جميل جميل. ودائما بدي أقول لك أنا علي يساوي اللي علي. الطرف الآخر ما بعرف مين، في ناس لأمة أصلا. نعم. في ناس قد تستغل مثل هذا الموقف. يجي الحقوق المعنوية وهي خطيرة. الحقوق المعنوية إذا أنا بدي أقول لك أنا حكيت عليك أنا سبب فشلك في حياتك الزوجية، أنا طلقتك من جوزك، أنا اللي قصرتك يعني العمل، هذا مصيبة، خربار بيوت نظامي. أيوة تماما. فإذا بدك فن كتير 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 كبير. ممكن بمناسبة 15 شعبان يا جماعة نتصافى، أنا سامحك وأنت سامحني، حلو أماني أنا ما بعرف يجوز شو عامل بحقك كذا إلى آخره، جملة وتفصيلة اللي سامحتني ها. أنا بنفس اللحظة سامحتها. يعني ممكن تكون النية واسعة لكن بالداخل نعم. في عندي شيء عن جد نعم. أنا موقف أتذكره. شيء تاني حكي لك، شيء تاني هلا هذا بدي أخذه منك إليك هو استسماح. أيوة مبدئي الله يسامحه. لكن أنا لازم أعمل شيء اسمه كفارة. لأن أنا بعرف حريقني أذيتك. نعم. والكفارة بنعد تفكر فيها بعمق. كتار من الناس بتفكر كفارة يعني كفارة صيام، كفارة كذا. بالضبط. في فرق كتير كبير بين الذنب وبين السيئة. الذنب بينك وبين الله، تقول يا ربي سامحني، ربنا غفور رحيم بسامحك. بسامح. لكن نعم. السيئة لا تستطيع أن تسيء إلى الله، تسيء إلى خلق الله. حاشا. السيئة تحتاج وكفر عنا سيئاتنا. اغفر لنا ذنوبنا، هذا بينك وبين الله. نعم. وكفر عنا سيئاتنا. تكفير السيئة بده يكون من جنسه. أيوة. يعني أنا حكيت عنك لا سمح الله بمكان ما بالعطل. كفارة. بدي احكي عنك بمكان ما بالايجاب. ايوه. والاهم انه يكون نفس من جنس الاشخاص العمل. ونفس الناس اللي سمعوا مني. طيب انت هذيك مره قضحت فيها، انا غلطان ها. انا اسف، انا بالفعل يمكن جاوزت حدي، يمكن كنت متضايق منها شوي الى اخره. يا الهي يا دكتور حمزه هذا مو طبيعي، هذا يعني احنا الواحد بس نصفن شوي بتصرفاتنا. أيوة نقول قديش بدنا وقت لحتى نرمم الشغلات اللي بفكر بالكفارات لقدام ببطل يرتكب الحماقات فعلاً. ليه مثلا انا سبب انه فلان سلبنا منه شغله وعمله مثلا كم سنه صار له بلا شغل؟ حنفترض سنه، قديه كان معاشه؟ لنفترض 100 دولار. أديش سببت له؟ أنا خسرته مثلاً نفترض أنا أقول 100 دولار هيك بس يعني بس من باب الحسابات السريعة 1200 دولار من كفارة الأمر إني أنا لازم أدبر 1200 دولار وأعطيهم. بجوز ما أقول له أنه أنا سبب أنك أنت ترك شغلات، ولكن هدول بقول له هدية مني لألك ولا غيره. يعني دكتور بس خلينا نتأكد أنه فيني أنا ما أقول له واجهه بالشيء اللي ممكن طبعاً على حسب الموضوع على حسب الشخص على حسب مين، يعني بتفرق الحكاية. أها مثلاً فالمهم أنا أعطيته هال 1200 دولار كفارة أنا ظاهرياً أنه هدية عم تستسمحه عامة. أيوة. وهذا 1200. طيب هذا الرجل مو بس أنا تركته شغله، من وراء ما ترك شغله سببت له ضرر، طلق مرته كمان، لازم من الكفارة أني أسعاله بزوجي كمان. لكن هذا الرجل صار عنده مرض نفسي، من الكفارة لإله أخصائي نفسي. والله هذا رح يحرم يحكي على فلان. فلذلك بدنا نكون حاسبين حسابها تماما. نحن يعني هي كلمة أحيانا من القيام قال هي كلمة لو غمست بماء البحر لأنتنته. نعم نعم تمام. والله صحيح. والله صحيح. هل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ نعم. إن أحدكم لا يهوي في نار جهنم 70 خريفا بس بكلمة. صلى الله. بكلمة ما أعرف يعني للأسف يعني. للأسف. ونحن ممكن نعمل أشياء كثيرة جدا من دون ما نشعر. ونأذي الآخرين على أساس إنه عم نضحك ونمزح. والله ومثل ما قلت أحيانا بنظرة للأسف. بنظرة بهمسة. أي نعم. بكلمة نعم. بسيطة. كم من امرأة كانت يمكن تكون بالفعل زوجة وسعيدة ومبسوطة ورائعة أفسدنا لها حياتها. نعم. أو حلنا بينه وبين زواجها. طيب هذا بده كفاره ولا ما بده؟ بده كفاره، ندور على عريس مناسب. اي والله هذول الحلول. وهكذا ده بقي معنا وقت لسه معنا وقت انا بس بدي نركز هلا نحن مشان نصنف للمشاهدين والمستمعين. صنفنا شوفي عنا زمام سواء كانت ماليه ومعنويه و ماليه عينيه ومعنويه تمام. وفي عنا هلا شو الوعي فيهم، يعني كيف فينا نلاقي حلول و أدوات لحتى نساعد نرمم ونسد هالزمام. جميل جدا. طيب هلأ نحن كزوات كأشخاص كنفوس بشرية أكيد نحن كبشر عنا كمان حقوق وزمام. صح. شلون فينا ننظر لذاتنا نحن؟ برافو عليك. من هذا الجانب سؤال ذكي ودل على هلا الذكية. الله يسعدك يا رب. طيب شوفي الفكرة فعلا أنا كل اللي ركزت عليه أنا كيف بدي أتخلص أنا من الذمام. تماما تمام. فلذلك أنا لجأت لشيء اسمه الاستسماح. مع رد المال أو رد العين أو رد الشيء. أيوة. مع كفارته. ورجع بقول أنا قبل ما أنتقل لعندي بدي حكمة الحكاية. حكمة مو شرط أبدا أنه أنا صرح بي بي بي
في نوع من أنواع الدمام هو مو قرض، هو نصب، هو احتيال، هو سرقة، يعني هذا كمان خطير. قبل ما أحكي تبع ذوات، صحيح صحيح، عشان هيك سألتك قديش يعني نوقت. يعني واحد عم يشتغل على كاشير ولطش له شوية فلوس مثلا، واحد الموظف مؤتمن الوقت مقابل المال طبعا، لكن كان يجي متأخر ويروح بكير، وأيام ما يجي ويقول له للعالم وقعولي، هذا كله من الذمم لازم ننتبه له. واحد نغفل عنه، والله بنغفل عنه للأسف. في واحد يعني مصاب بمرض، اخصائي نفسي انا، هو مرض السرقه، ما له بحاجه يسرق بس بيسرق مثلا، بنصب والسيطين يجيب لك على غرض يد امانه، تمام، جبت لك اياه وضفت فوق منه $100 وحاسبتني على اساس انه حاسبتك على اساس هيك سعره، انت من حقك يمكن تتاجري بس هذا مو تجاره، هذا كان توصيه ويد امانه. ايوه، اذا جيت اعترفت لك رح تطلع كل المشاكل هلا عندي. يعني اذا شو ناقصه فلوس، انا يمكن كله طشت منه مثلا $200، نعم. هو ناقصه $2000، حيقول لي معناتها انت يا حرامي انت اللي اخذه. ايوه، ممكن يورط حاله ساعتها هون، فذاك ما في داعي هون. بقدر انا ردهم بظرف، ردهم تحويله بنكيه، أيوة. ردهم بهديه، ردهم باي طريقه ما تورطني، يعني ما في داعي. انا فعلا يمكن عندي هذا الداء وفتت على البيت ولطشت هالكاسه معي انا وطالع. إذا عرفت أنت ما تتفوتين على بيتك أبدا. نعم. وأنا عم عالج حالي أصلا والحمد لله طبط مثلا. حلو. فإذا ما في داعي التصريح عن نوعية الخطأ اللي أنت ارتكبته، مشان ما يرجع عليه بال، المهم أنك تسكر. حلو. سد زمتك. ما سديتها بالدنيا، يا بالسدة بالقبر يا بالسدة بالآخرة. لا بدنا عذاب قبر ولا بدنا سدة بالآخرة. خلينا نسدها بالدنيا مقدور عليها القصة. نعم. حتتفاجئي إنه كثير من الناس الحمد لله لساتها القلوب طيبة. نعم. القسم الأكبر من البشر حتقول لك روحي الله يسامحك. طيب اجينا عندي. حلو، فعلا خلينا ننتقل لهذا. هلا أنا كمان بني آدم وأنا دينت وأنا إلي عند الناس حقوق، سواء كانت مالية ولا عينية ولا مادية. احنا نعيش في عصر كورونا، عصر الحجر الصحي، عصر الضيق المادي، عصر طيب. اذا كنت في سعه لينظر لذاتي لشاني، تماما. اذا كنت في سعه يختلف اذا كنت انا في ضيق. انا في ضيق والاخر بسعه، ما عندي مانع انه طالبه، بالعكس ممكن انه ذكره شعبان مبارك كيف احوالك كذا الى اخره، سمعنا الحمزاوي عم يحكي عن الزمم والحقوق وكذا الى اخره، تمنيت يكون لك معي لرجع لك. بس كأنه الموقف أنه أنا إلي معك، بس أيوة حبيت ذكرك يعني. أيوة حلو، هي أسلوب مثل أسليم. أنه أيوة تمام. يعني ذكروا أنه أنا إلي معك، إذا كان ربنا ميسر عليك وكذا إلى آخره، أخوك بديئة كذا إلى آخره، فبحاول أني أنكشه بحيث أنه أخذ منه حقوقي، كانت مادية أو عينية، يعني شيء أنا عايره رجع لي. طب خلينا نتوقع إذا أنا في عسر وهو في يسر، نتوقع رد فعله هو كيف ممكن يكون؟ ممكن كل شيء مثل ما قلت لك، الدنيا التعامل دائما اخلاق، يعني انا بيهمني انا شو، انا شو اخلاقي، انا كيف بدي اتصرف مع الناس. ايوه، ممكن اقابل اللئيم، ممكن اقابل الظريف، ممكن اقابل الطيب، الله اعلم. حلو. فانا عم اشتغل يعني اكبر قدر ممكن بذكاء عاطفي، ما اجرح حدا ولا اذي حدا، هيك يفترض. نعم. طيب، فانا طالبت بحقوقي من اذا كان هو ميسور اصلا. لكن حاله من حالي وعسر بعسر، لربما لو قلت له روح الله يسامحك، ربنا سبحانه وتعالى يعوضني اضعاف بطريقه اخرى. جميل، هو التعامل مع عبد الله، هو التعامل صفة مع الله. وحلو انه يفرج عنه، لانه هو عمليا يمكن ما عم يشوف لي، ما عم يتصل فيني، ما بعث لي، ايوه، يعني خجلان من هذه الذمه. نعم. انا ممكن حره. السلام عليكم. وعليكم السلام. كأني بتذكر إلي معك $100 صحيح؟ انفرجت عليك لي لا والله الدنيا مدري ايش، حيفتح لي المشكله كذا، الضغوط والحياة الصعبة، ما بدنا نجيب المزيد من الأسى والديون. شو رأيك أعطيك هون هدية؟ شو رأيك يعني هلأ بهذا الموسم وتدعي لي فيهم دعوة صالحة، دعوة حلوة كذا إلى آخره؟ عن جد والله تطلع الدعوة من قلبه والله وكيلك، وربنا يعني سبحان الله رح يعوضه أضعاف، يقينا سيعوضك أضعاف مضاعفة بطرائق وأساليب مختلفة. والله ما أجمل هالحكمة. هي اللي هلأ استخلصناها الحمد لله. هذا الدرس عم تسمعوه حاليا أنا درسته تقريبا شي 6 سنوات أو 7 سنوات ما شاء الله، بفضل من الله، الحمد لله رب العالمين. الله يجزيك ألف خير. هذه النصائح إلا ورجعت عليه بعوائد ممتازة، خاصة الآن، يعني الآن خاصة غير بالضغط، غير أي وقت تاني. الآن عنا ضغط مادي فعلا كلياتنا، لذلك من مشى في حاجتي أخي ما شاء الله في حاجتي، من يعني كان في عوني أخي كان الله في عوني. أنا يعني أنا وياك عباد، ممكن أنا أخدمك تخدميني، بس قد ما خدمنا بعض في محدودية معينة. بينما أنا عم بنقول العهدة كلياتنا من أنك أنت تساعديني وأنا ساعدك، إلى أنا ساعدك فالله يساعدني. أيوة،
الله يبدأ ما انتظر شيء من العمل، ما انتظر حدا من شيء، لانه ممكن كثير مثل ما الظروف الماديه اصلا صعبه، بيعطي وبيغضق واشياء عجيبه. سبحان الله، سبحان الله، تاتيكي كلها من الله سبحانه وتعالى. ومو بس هيك، ايقني تماما هذا من قبيل الصدقات. ربنا بيحب يتعامل معنا دائما بالكرم وليس بنفس السويه. يعني بتصدقتي ب 100 حيجيك 1000 10 اضعاف، ويمكن يكون اضعاف وضعف عنها، ما اروع هالشيء. والرزق ما شرط دائما نشوف فيه مال، قد لا يرجيك يا الله سبحانه وتعالى بشكل اخر فيه لطف. انت ماشيه بسيارتك ثوينيه وعملت الحادث، هشمت كل سيارتك، يمكن ضررتي انت لا سمح الله. سبحان الله، وربنا سبحانه وتعالى قلت اليوم الطاف رب العالمين، فارجاكي هذا اللطف. نعم، ثويني. والا خلاص انت منتهيه، انت وسيارتك لا سمح الله. لو بدنا نحولها لمال لوجدتي اضعاف وضعفه عن المال اللي سامحتي فيه وتجاوزتي عنه. وجودك الطيب كمان، يعني الوجود الطيب هي نعمه الله سبحانه الله سبحانه وتعالى بيكرمها على عباده. يعني دائما احيانا بتلاقي اشخاص طيبين سمحين، هدول الناس ليش هيك بيكونوا طيبين؟ ما بتعرف، هي من عند الله سبحان الله. اي نعم. فلذلك المهم انه انا شو بدي احرص؟ بدي احرص دائما انا استسمح وبنفس اللحظه سامح. سامح انت الرابح. نجي للجزء المعنوي وهو الاخطر. انا بني ادم انسان الي كيان، بتنجرح مشاعري، بتضايق، بختنق، في ضرر وقع علي، تشويه سمعه، كذا الى اخره. هون كمان بدي فرصه لحتى انا ارقي نفسي بنفسي، يعني فرصه انا مشاني، انا مشان انا ارتقي بنفسي من هذا الضيق والحرج و الى اخره. وهي اخطر مرحله بعتقد. ودائما انا بقول لهم حلو تتعلموا من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا. طائف لما بعد ما يعني أوذي كثيرا قال تريد أن أطبق عليهم الأخشبين. الكلام الواضح الصريح من شخص رائع جدا، قلب مفعم فحق من الإيمان والقرب من الله. إن لم يكن لك غضب علي، علاقة بيني وبين الله، إن لم يكن لك غضب علي بيني وبين عبد الله فلا أبالي. أبدا فلا أبالي. إذا تعلمنا فن اللامبالاة الإيجابية تمام، ما مشكلة، مين حكى مين سوى مين كذا. للأسف في شيء بالدنيا اسمه الكارما، هذا لازم نفهمه كما تدين. خلينا نفهم تدان. يعني ما ممكن تأذيني بشيء إلا سيعود الأذى عليك لا سمح الله. الله يحميك. آمين يعني آمين. يعني الله يسلمك. طبعا حدا حكى علي حترجع الحكاية ينحكى عليه. حدا ضربني كف رح ترجع الحكاية وينضرب الكف بظروف مشابهة. حتى لو أنا سامحته حتى تكوني بالصورة، في شيء بده يدفع ثمنه مثل الحق العام. أيوه، برافو عليك أحسنتي. جماعة الحقوق فبده يدفع ثمنه. نعم. وإذا ما أخذنا ثمنه بالدنيا حياخده بالآخرة. وأريح لك دائما 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 تفكري كيف تخلصي أول بول. أيوه، كيف تخلصي بالدنيا، ما لك مصلحة يخلص لا راكم ولا خلي الأمور تتطور وتطول أبدا، وبالتالي هذا الشيء حيضيق علي ويضغط علي بالآخرة بعيد الشر. أحسنتي. فلذلك أنا بكتير بساطة بحاول أني أكون ما بين مستسمح ومسامح. وقد ما إجا هيك يعني كان في شيء غصة عن قلبي، كما تعلمت فنون الغفران وفنون المسامحة ونزع الغل، كما كنت أنا إنسان أصلا عند الله أرقى وأتقى وأنقى وأفضل. قال يدخل والآن رجله من أهل الجنة. عدنا تعال الراقب وشو عم يعمل؟ عادي، شخص عادي. أعطينا شو السر؟ ليش قال عنك الرسول أنك أنت من أهل الجنة؟ صلى الله عليه وسلم. بكل بساطة قال أبات وليس في قلبي غل على أحد. أبات وليس في قلبي غل على أحد. يلا هي كلمة نحن بنحكيها، موضوع صعب كتير عن جد. يعني قديش هي الكلمة بدها شغل على حالنا. بالضبط. بدها والله أيام. فبدنا نتدرب على موضوع شيء اسمه نزع الغل. نزع الغل. أعدائنا ما نالوا منا لأنه هن أقوياء، بقدر ما نحن مع بعضنا ما مناح مع بعضنا. نعم نعم. للأسف يعني. نعم، هي كلها مش كيف فيها صحيح. يعني بدنا تطهير كثير. نعم. نفوت على محاكمنا نحن ضد نحن. آباء على أبناء، أبناء على آباء. القريب ضد القريب. نعم. للأسف أولاد عم على مدري إيش، شركاء عمل، أصدقاء مدري مين، أصدقاء طفولة. بالنتيجة نحن بنستثمر الآن شعبان لنتجاوز. نستثمر شعبان لنغفر ليغفر لنا. أكيد بنسمع لفظ كلمة العتق. العتق. نعم. العتق العتق دعائنا المتكرر برمضان هذا الكلام. هذا العتق بإيدك أنت. يعني هو مش موضوع أنه ربنا سبحانه وتعالى أكيد حكيم وأكيد له ما يريد. نعم. بس ربنا عادل برضو. مو أي حدا يلا أنت عتقناك. من يعتق يعتق. طيب خلينا نفصل تبع موضوع العتق. من يعتق يعتق، يعني لما أنت تيجي على حالك كثير عندي هيك كثير مفروس منك وسامحتك يسمح عنك. يا عم أجمل هالشيء. سامحي يسمح عنك. رائع. تغفري يغفر لك. تصفحي يصفح عنك. تعتقي تعتقي.
إذن هي هي أي شيء ممكن مبدأه من عندك يعني. أيوه من عندي وبعكسه على الآخرين. أيوه كله من عندك، فلذلك أنه نفهم هذا الموضوع ربنا عادل تمام. فلذلك أنت من عندك أنت بتختاري، أنت بتختاري تتقربي إلى الله بشبر بتقرب لك ذراع، تمشي خطوة بيهرول إليك. المبدأ عندك أنت، فكم ارتقيتي أنت، سميتي أنت، ضبطتي أنت أمورك، روح حرر الموضوع سبيل الله، صار فربنا أسهل سبحانه وتعالى وقتها بيعتقيك وبيسامحك ويرقيك بإذن الله تعالى، وبتكون ختامها مسك إن شاء الله بإذن الله. بس قبل ما نختم خلينا نكون إحنا صريحين وشفافين وواضحين. كتار من اللي عم يسمعونا هلأ بيقولوا لك يا أخي موضوع المسامحة والاستسماح والسماح والعبارتك اللي ما شاء الله بتكررها هلأ خلال الحلقة دائما، يا سامح أنت الرابح، ليس بهذه السهولة. صح، كتار من الأشخاص بيقول لك يعني أنا إذا سامحت أو ممكن أخسر شيء من كرامتي، شيء من حقوقي. صحيح. كيف ممكن نعالج هاي الشيء اللي أحيانا بيقول لك أنا ما بدي أكسر على الأنفي بصلي ونزل من نفسي؟ مشان هيك تبتدي حنبدأ باستفاضة، قلت لك صعب باستفاضة. صحيح صحيح. هلا أيقنت ليش صعب؟ هلا أنا بس يعني بطلب من السادة الجمهور دائما يتابعني يفوت على اليوتيوب. حلو. عملنا برنامج اسمه سامح أنت الرابح. يعني. وبرنامج يومي 30 حلقة. حلو. اللي حكيناه هلا حلقه تمام، لسه عندهم 29 وحده، لسه في 29 مشان هيك ضروري لازم يسمعوا كل اشكال الذمام. ولسه ما حكينا عن الناس اللي ماتت الى ذمه عندنا وماتت مثلا كمان، فعلا نعمل فيها مثلا موضوع كثير. ففي عندي كثير قصص من هذا القبيل. كثير اسباب المشاحنه بالاصل انا معند انه انا صاحب الحق. نعم. وانت معنده انك انت صاحبه الحق. وما بدنا نحتكم لحدا، مصيبه. نعم. ممكن يكون صحيح. الخطا راكبني 100%. ممكن انا بعرف اني انا غلطان بس كبريائي بيمنعني اصلا انه انا اعترف او ما شاكل. فالمهم حيسمعوا 30 حلقه. حلو. اسمه سامح انت الرابح، نفس العنوان. يعني هذا يعني. من اجل ان شاء الله نوصل الى افضل امثل ترقية. بالاضافه الى دوره مجانيه لوجه الله تعالى، يعني مو دعايه يعني. يعني جميل. دعوه بس فوتوا عندي على الموقع، فوتوا على الفيسبوك، حطوا على جوجل حمزه الحمزاوي، بامكانه ينضافوا لان ان شاء الله على هذه الدوره اللي أنا أرجو منها، أنا إني مصلحة ما أخذت فلوس منكم، لكن أرجو من خلالها سامحوني. جميل. أرجو من خلالها ما شاء الله على الروح الحلوة، على المسامحة والاستسماح إن شاء الله. فحياخذوا بهذه الدورة تقنيات نزع الغل. ليش؟ أنا كمعالج نفسي الآن أحيانا حديثنا بيزيد بعض الأشخاص ألم نفسي. أنا الحكي هذا كله بنعرفه، سمعناه من المشايخ والأساتذة، سامح سامح سامح. أنا مشكلتي ما عم بعرف سامح، أنا بدي بس ما عم بعرف سامح. طيب معناته هذا يمكن يكون مفاتيح شغلنا. ممكن فهذا يمكن يكون شغلنا. ما بقدر اجاوب بالسرعه. ليش؟ لانه الموضوع له علاقه بانماط البشريه اصلا. جميل. يعني في واحد اصلا زلق. جميل. يعني انا بحاول اذيك هلا ما عدنا منك اصلا زلقه. عرفت شلون؟ نعم. انا بحكي لك الكلمه تسلو دغري مباشره. شوف اثنين بيكونوا بيحبوا بعضهم البعض، بيسبوا بعضهم البعض على اساس عم يتغزلوا بعضهم البعض، ويتقبلوها بكل بساطه. كيفك يا دبدوبتي؟ ما شايف حالي يا بطريقي؟ نفس الكلمة قولوها بغير نمط، بغير قصة. أبوك على أبو أبوك على ست ستك، أنتوا عيال الدبب كلكم أصلاً تختلف الحكاية كلها. نعم صحيح. ففي تفصيل في الموضوع، وكيف بدنا نعتبر بالفعل، وكيف بدنا ننزع هذه الأغلال. عدد درجة القرب والبعد أساسية مهمة. يعني في زوج وزوجة، في حماية، في بنت إحماء، في بنت مين، في تفاصيل كتير لا تتسع لها المقمون. أكيد بإذن الله تعالى إن شاء الله حلقات جاية كمان. أي حتى بعد الدورة إذا كان في أشخاص أخذوا النظري ما عرفوا يطبقوا عملي، كمان فرصتهم. استشارات عادة مأجورة، يعني فرصتهم هلأ بشعبان استشارة مجانية يا عين. لكل من أراد أن يتحرر من الأحقاد هي يعني الأخلال. حصريا من مسك من الدكتور حمزة أكيد بإذن الله تعالى. أنا مسك واحد. الله يسعدك يا رب دكتور حمزة، عن جد ما شاء الله. يعني سعيدين جدا بهي الحوار وهذا اللقاء الرائع. كنت معنا، وضحت لنا نقاط، وعيتنا صراحة عن جد هيك يعني حركت فينا هذا الشعور بأنه نحن عن جد في عنا حقوق ولازم نأديها وزمم لازم نأديها. الله يجزيك ألف خير يا رب دكتور حمزة الحمزاوي، مؤسس ومدير سمارت واي للتدريب والاستشارات. شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا فيك، بارك الله فيك. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. الله يسعدك يا رب. متابعينا صار الوقت لنطلع لفاصل إعلاني ومنرجع بعده لنكمل، خليكم معنا. صباحك مسك برعاية شركة امتلاك العقارية. مستشار العقار في تركيا 055-2000-1000. طلع
طلعت شمس الضوء يا أهلا وسهلا فنجان قهوة نسوي مع مسك بتحلى نبدأ اليوم أمل جديد همتنا بتعلى نمشي الدرب إيد بإيد مستقبل أحلى مستقبل أحلى. نختتم معكم عام 2020 وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا، وبمحبة نعدكم بالمزيد. ابدأ عامك الجديد بابتسامة جميلة واستفد من عروض علاجك الطبية لزراعة الأسنان وعلاجها في مدينة إسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا نحن علاجك. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا، تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. تطبيق الطبيب يوفر لك الوقت ويبعدك عن زحام المدينة، فأينما كنت وبأي وقت تستطيع حجز موعدك مع طبيبك. تطبيق الطبيب هو الأمثل، حمله الآن. لأول مرة في تركيا أفران بريد فاكتوري تضع بين أيديكم فرنا متكاملا. بريد فاكتوري أجود أنواع الخبز العربي والتركي، المعجنات والمناقيش والفطاير. تناول منتجاتنا ساخنة من الفرن إليك مباشرة، ولا تنسى الكرواسان والجاتو مع صالة مخصصة للمناسبات والاجتماعات. بريد فاكتوري باشاك شهير الإيتاب الأول بجانب أونور ماركت 0553 45 59. امتلاك العقار حق لا مكرمة، ومن سعادة المرء البيت الواسع الهني. مارس حقك في التملك واشتري عقارا في جنة الأرض تركيا. امتلاك العقارية أسلوب جديد للتملك في تركيا. نبحث لك عن فرصة عقارية، نضمن لك العقار حتى استلام سند الملكية. نقدم خدماتنا مجانا من المطار حتى استلام العقار. لدينا أكثر من 100 خبير ومستشار عقاري وفريق متخصص بشؤون الجنسية التركية مقابل عقار. امتلاك العقارية، مستشار العقار في تركيا. إن كنت تبحث عن عقار فخم بمواصفات عالية في إسطنبول، أبشر، فشركة مساكن العقارية تمنحك خيارات ترضي ذوقك الرفيع. حتى لو أردت شراء شقة بميزانية عادية، فإن شركة مساكن لديها من الخيارات ما يسرك. وإن كنت تطمح للحصول على الجنسية التركية مقابل شراء العقار، بإمكانك الاعتماد على فريق مساكن العقارية المحترف من العقار حتى استلام الجواز. الآن بادر باختيار العقار المناسب من شركة مساكن وفروعها المنتشرة في إسطنبول. مثل ما
عودناكم في شركة طيبة للذهب. الموديلات المميزة والأسعار المنافسة. والآن طيبة للذهب صار أقرب إلكم. زورونا في فرعنا الجديد بشاك شهير مترو كنت، أو في فروعنا بجانب مسجد الفاتح سوق مالطا. 0551-339-275. مجوهرات طيبة، اسم من ذهب. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. نختتم معكم عام 2020 وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا، وبمحبة نعدكم بالمزيد. ابدأ عامك الجديد بحيوية ونشاط، واستفد من عروض علاجك الطبية لعمليات علاج السمنة في مدينة إسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا نحن علاجك. مسك وعمت على هالراي، لمحبتنا أحلى حكاي، إيد الطبطب جرح وهم، إيد تغني فرحة تلم، إيد تسم بكرة أحلى، خطط للأيام الجاي. مسك الحب بيجمعنا كلنا سوا، العيش معاها مسك بكل لحظة بنسمعها، مع مسك يومك مش عادي. مسك الحب بيجمعنا كلنا سوا، مسك الفرحة بغربتنا سوا، مسك الحب بيجمعنا كلنا سوا، مسك الفرحة بغربتنا. مسك برعاية شركة امتلاك العقارية. مستشار العقار في تركيا 055-2000-1000. أهلا وسهلا فيكم عن جديد متابعينا من وين ما كنتوا عم تسمعونا أو حتى تتابعونا. بفقرتنا الأخيرة لليوم رح نحكي ومثل ما عودناكم عنا دائما تقارير بتحكي عن أهم المكانات أو الأماكن والمناطق بتركيا، أو حتى عن العادات التركية أو عن الأكلات المميزة الشعبية في تركيا. اليوم تقريرنا عم يسلط الضوء على نقطة جديدة شوي، وهي لعبة مشهورة، لعبة تاريخية مشهورة بتركيا، وكثير من الأشخاص بيحرصوا على اللعب وممارستها كنوع من التحدي أو كنوع من التسلية. خلونا نتابع سوا بهالمادة شو هي هي اللعبة وبنرجع لنتابع. بقواعدها البسيطة تجذب لعبة الذكاء والاستراتيجية التركية التقليدية المنقلة اهتمام جميع الفئات ومختلف الأعمار، كونها مسلية وسهلة التعلم. تتناقلها الأجيال في تركيا عبر السنين. اللعبة أدرجت على قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو عام 2020، بعد أن قدمت كل من تركيا وكازاخستان وقرغيزيا طلبا بذلك. لنعرفكم على كيفية لعب هذه اللعبة ومما تتكون. بداية، تتكون المنقلة أو كما يقال لها بالتركية كوتشورما
من 48 حصاد مقسمة على شخصين، وهناك 6 تجويفات متتالية وخزنة أخرى منفصلة لكل منهما. ويسعى كل شخص إلى ملء التجاويف بالحصوات، ومن يملأ حصوات أكثر في التجويفات الخاصة به يفوز. وعن تاريخ هذه اللعبة يقال أنه عثر عليها في جدران موقع كوبك لتبي الأثري بمدينة شانلي أورفا جنوب تركيا، ما يدل أن تاريخها يعود إلى ما قبل أكثر من 10,000 عام. أما عن أصل اسم اللعبة، توجد روايات كثيرة حول أصل اسم كلمة منقلة، ومنها إنه قديماً كانت تطلق كلمة مانجا على المجموعات المكونة من 10 أفراد بالوحدات العسكرية، وللمجموعات قائد مهمته إطلاع جنوده بخطة الحرب الذي يرسم الخطة لهم، وتتضمن تجاويفاً وبداخلها حصوات، حيث الحصوات هي الجنود والتجاويف هي الجبهة. وهكذا أعجب الجنود بهذه الطريقة وحولوها إلى لعبة باسم منقلة. أما في عهد الدولة العثمانية فقد شكلت لعبة المنقلة وسيلة للتبادل الثقافي والتواصل الاجتماعي فيما بين الولايات والمناطق التي كانت تسيطر عليها، ولا تزال المنقلة لعبة تاريخية تجمع بين التحدي والتسلية في آن واحد إلى يومنا هذا حتى في بلادنا العربية. هاي كانت مادتنا ولعبة المنقلة، اللعبة التركية المشهورة للغاية بتركيا وبعموم تركيا اللي بيمارسها الكبار والصغار على حد سواء. أكيد متابعينا نحن حابين نحكي لكم بتقاريرنا المنوعة كل شيء بيخطر على بالكم، وإذا حابين نحكي لكم بمواضيع معينة كتبونا ياهم بالتعليقات على رابط البث المباشر بصفحتنا على الفيسبوك. أما هلأ صار وقت نختم، وللأسف داهمنا الوقت وصار الوقت نودعكم بمشوارنا اليوم بحلقتنا من صباحك مسك. إن شاء الله تكون خفيفة تظل عليكم وقدمنا لكم المعلومات المهمة. منتلقى إن شاء الله بكرة بنفس التوقيت من الساعة 9. تبوا بألف خير، إلى اللقاء. صباحك مسك، صباحك عنبر، وورد وفل وقطعة سكر، وكأس من الشاي حلو لذيذ، بنعناع أرضي بلادي معطر. صباح الفنون ولحن الأغاني، صباح الحوار الذي فيه نكبر، صباح برائحة الهاري تذكي حنينا بصدر الشباب المهجر، وسحر الأناضول ينساب عشقا، سميت وجبن وخبز محمى، صباح بطعم جديد لدينا، لكم فيه ما تشتهون وأكثر. صباحك مسك برعاية شركة امتلاك العقارية. مستشار العقار في تركيا 055-2000-1000. المناورات العسكرية اليونانية السعودية، استعراضات أم رسائل قوية لتركيا؟ عين الصقر. وصلت مجموعة من الطائرات الحربية السعودية إلى جزيرة كريت اليونانية تمهيدا لإجراء مناورات عسكرية مشتركة شرقي البحر المتوسط الذي يشهد نزاعا متصاعدا بين أنقرة و